صباح الخير، صباح النصر بنقولها عن استحقاق النهارده. الحمد لله يا رب. امبارح المنتخب يعني لعب مباراه شرفتنا، نقدر نقول كده. طبعا ليها تفاصيل كتيره جدا وليها جوانب كتيره جدا هنحللها في فقره كامله، لكن خلينا كده في البدايه بس نقول صباح النصر والفل على حضراتكم جميعا. صباح الخير. صباح الفل، صباح الفل على حضراتكم مشاهدينا في كل مكان في العالم. حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، ان شاء الله حضراتكم تستمتعوا وتسعدوا معانا بيها. عندنا مجموعه كبيره من الفقرات، طبعا الجزء الخبري مليان اخبار تخص المنتخب والنادي الاهلي والرياضات العالميه المختلفه، وكمان هيكون معانا في الجزء الثاني من حلقتنا الفقره اللي هي الحواريه. عندنا ثلاث فقرات حواريين النهارده ان شاء الله، فقره مع ابطال يد الاهلي 2004 رجال، وفقره مع بطله الترايثلن سمر الخولي بطله مصر للسباحه وبطله افريقيا للترايثلن، واخيرا وليس اخرا فقره مع كابتن صديق جمال لاعب النادي الاهلي السابق. يعني طبعا زي ما نوهنا احنا هيبقى معانا فقره كامله هنتكلم فيها، لكن برضو لو قلنا امبارح كده يمكن مباراه الدور الاول يا كريم مع جزر القمر كانت يعني مباراه مش لصالحنا ابدا ابدا يعني بكل المقاييس، ولكن امبارح انت شفت حال متبدل بشكل كبير جدا من اول 25 دقيقه. نقدر نقول المباراه ماتت او انتهت او خلصت او اتحسمت، فكان في اداء كويس جدا، ولكن احنا برضو مترقبين للي جاي. يعني في تصريحات كانت او يعني كان في كذا كمان مداخله تليفونيه من كابتن حسام البدري لبعض البرامج يعني والزملاء، ولكن هنخش في تفاصيل المداخلات دي وما صرح بيه في الفقره. لكن اللي انا عايزه اقوله او اللي استشفيته ان كابتن حسام بيقول انا دلوقتي بقدم حاجه، المنتخب بيقدم حاجه محترمه، ادونا بس فرصه، شجعونا في الفتره اللي جايه، انا عايز دعم من الاعلام من الناس من الصحافه. فاعتقد ان دي يعني حقوق كلها مباحه او مشروعه، فانا اعتقد ان احنا فعلا لازم الفتره دي نعمل ده. والمباراه امبارح كمان حسمت حاجات كتيره جدا، يعني المتشكك اصبح الى حد كبير برضو عنده نوع من السلامه، نوع من الهدوء. فخلينا نامل ان شاء الله اللي جاي يكون افضل، بس زي ما كابتن حسام وانا بتفق معاه جدا في النقطه دي، احنا لازم نثق ولازم ندعم المنتخب بصراحه. فكره اللي جاي، فاللي جاي مش سهل طبعا، هو اصعب بكتير من اللي راح، مش هينفع نشوف فيه اللي شفناه الفتره اللي فاتت. فكره الدعم بطبيعه الحال احنا كل المصريين وحتى في بعض الدول العربيه بعيدا عن مصر بتشجع المنتخب المصري، كلنا اكيد ورا منتخبنا ورا جهازه الفني اللي بنكن ليه كل التقدير وكل الاحترام. الفتره اللي فاتت كان في الكثير من اللغط حول ملاحظات، تعالي نسميها ملاحظات اثناء مشاهدتنا لمباريات مختلفه في الفتره الاخيره تحديدا كينيا كمان بصراحه، يعني هنقول بصفه خاصه. بس عموما اللي حصل امبارح ده الحد الادنى اللي احنا يعني كمشجعين وكناس شايفين ان احنا منتخبنا فيه اسماء حلوه وخبرات حلوه وقدرات حلوه، ده الحد الادنى المطلوب، واللي جاي ربنا يكرمنا فيه ان شاء الله. ان شاء الله فعلا احنا بنامل خير، وبنقول مره تانية مبروك لمنتخب مصر، يعني مباراه كانت مهمه فاز فيها منتخب مصر كره القدم على جزر القمر في المباراه اللي كلنا تابعناها في استاد القاهره الدولي. ده طبعا ضمن الجوله السادسه والاخيره بقى من التصفيات المؤهله هنا لبطوله كاس الامم الافريقيه اللي هتقام بالكاميرون 2022. النتيجه زي ما كلنا تابعنا 4-0، يمكن ده يعني كان في اول 25 دقيقه، وده بيخلي بقى نتيجة كده بتبقى تصدر للمجموعة برصيد 12 نقطة، ثم بعد كده بتيجي في المرتبة اللي بعد كده جزر القمر 9 نقاط، كينيا 7 وتوجو نقطتين. ألف مبروك طبعا أولا للجنة الثلاثية وللجهاز الفني ولكل اللعيبة وللجماهير المصرية في كل مكان بعد الفوز على منتخب جزر القمر، الفوز اللي طبعا كلنا كنا منتظرينه واللي الحمد لله رب العالمين اتحقق بالأمس. الفترة الجاية أكيد هتشهد برنامج إعداد على أعلى مستوى للمنتخب المصري لتحقيق البطولة القارية للمرة الثامنة في التاريخ وإسعاد الجماهير بإذن الله. مش كنت بشرب بس. يا خدي وقتك يا استاذ، انت براحتك تمام يعني، خدي وقتك، احنا لسه فتح كلام اللي بسم الله الرحمن الرحيم ناخد بق. لا انا عايزه اروح معاك لتفاصيل الاهداف بصراحه. امبارح لما كلنا تابعنا انت بتتكلم عن برضو النني فتح او افتتح النني اهداف هنا المباراه لما سدد، يعني تسديده كانت اكثر من رائعه، تحديدا بنتكلم في الدقيقه 15، بعد كده لما جه عندنا محمد شريف والهدف الثاني في الدقيقه 17 بتسديده كانت برضو اكثر من رائعه ببطن القدم، دي كانت من منطقه الجزاء وفي الدقيقه تحديدا انا بقول لحضراتكم 21. وبعد كده بقى لما صلاح اضاف
في الهدف الثالث لمنتخب مصر، وكمان ختم صلاح برباعيه للمنتخب المصري بهدف ثاني، ده كان بقى في الدقيقه 25. يعني اعتقد كل الاجوال امبارح كانت اكثر من رائعه، ويمكن لو اتكلمنا كمان على الجول الاخير يعني صلاح، هو كان فيه زي مراوغه كده مع حارس مرمى جزر القمر، لكن ببراعه شديده جدا تم تسديد الهدف. يعني احنا سعداء جدا باداء الفريق امبارح، ويمكن ده اللي اكد عليه برده بقول لحضراتكم كابتن حسام البدري في المداخله التليفونيه، يعني قال انا راض تماما على اداء الفريق. وعايز اقول لك على نقطه كمان مهمه جدا، لان هو اكد عليها امبارح كان في مداخله يعني مع بعض الزملاء، اتكلم ان هو ما فيش اي مشاكل ما بين الجهاز الفني وبعضه او ما بين الجهاز الفني واي لاعب من المنتخب. فدي نقاط مهمه جدا، احنا مش عايزين برده نقعد نصر على الحاجات او ما قيل او ما قال، احنا عايزين نركز اكتر على الدعم وعلى الثقه في الجهاز الفني في المنتخب. اعتقد ده كده الهدف الاساسي، وخلينا دايما يبقى عندنا امل، لان الفتره اللي فاتت زي ما احنا اتكلمنا انا وانت تحديدا في 10 الصبح في الاهلي يا كريم، اتكلمنا كتير عن ما قيل حول مشاكل في المنتخب. خلاص كابتن حسام البدري طلع وقال ما فيش حاجه زي كده، واعتقد طالما خدنا المعلومه من صاحب يعني الملف او الموضوع يبقى لازم ان احنا نصدق ونكتفي بقى بالحديث عن المشاكل دي. طيب ده بالنسبه لمنتخبنا الوطني، اما بقى فيما يتعلق بالنادي الاهلي، بكره ان شاء الله فرقتنا هتسافر الى السودان الساعه 4 بعد الظهر طبعا استعدادا لمباراه المريخ السوداني المقرره يوم السبت اللي جاي ان شاء الله في الجوله الخامسه من منافسات دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا. النهارده ان شاء الله هيكون في تمرين للفريق، امبارح كان في تمرين للفريق، كابتن بيتسو موسيماني المدير الفني عمل تقسيمه قويه بطول الملعب للاعبي الفريق، وكمان عقد محاضره فنيه مع كل اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق، شهدت تحفيز اللاعبين بعض التعليمات الفنيه وبعض الجمل التكتيكيه، واجرى الفريق مسحه طبيه ايضا. خليني اقول لحضراتكم كمان كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره بالاهلي قال تم الاتفاق مع نادي المريخ السوداني على خوض مران الفريق، هيكون الخميس الجاي على ملعب الجوهره الزرقاء بالخرطوم بدل من يوم الجمعه، وكان المفروض هيكون يوم الجمعه بس هيبقى الخميس ده استعدادا لمباراه المريخ السوداني المقرر ليها ان شاء الله هيكون يوم السبت في الجوله بقى الخامسه من منافسات دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا. هو كمان اضاف كان مفروض او من المفترض خوض المران الرئيسي على ملعب المباراه يوم الجمعه، لكن عشان انشغال الملعب باستقبال مباراة الهلال السوداني وصن داونز الجنوب افريقي ده هيكونوا في نفس اليوم، ده اللي دفعهم للاتفاق على خوض بقى المران الرئيسي يوم الخميس. وخليني اقول لحضراتكم برده كابتن سيد عبد الحفيظ اضاف ان الفريق هيخوض مرانه الاخير يوم الجمعه على احد الملاعب القريبه من فندق الاقامه بالخرطوم. طيب تعالوا بقى نروح ونتابع معاكم اخر اخبار النادي الاهلي وفرقه المختلفه وكل الانشطه مع مراسلنا العزيز كريم احمد الموجود حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. كريم صباح الفل عليك، اتفضل سامعينا. صباح الخير طبعا عليك زميلي العزيز كريم وكل التحيه لزميلتي العزيزه نهاوندو، صباح الخير على جمهور النادي الاهلي اللي اكيد بيتابع وبمنتظر كبير جدا للمباراه القادمه والتحدي الكبير لفريق النادي الاهلي، وهي مباراه المريخ السوداني والنادي الاهلي في ملعب الجوهره الزرقاء. ان شاء الله باذن الله بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي بتركيزه الكبير اللي احنا بنشوفه في التدريبات، ان شاء الله باذن الله مع تركيزنا الاكبر مع وصولنا في السودان ان شاء الله تكون هذه المباراه من نصيب النادي الاهلي، مباراه غايه في الاهميه ليها صعوبات كبيره جدا بياكد عليها في كل مره الحقيقه بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الاهلي مع الجهاز الفني. المحاضرات مستمره زميلي كريم زميلتي نهاوند، الكل عارف اهميه هذه المباراه. يمكن النهارده كنا منتظرين طبعا ان كل طبعا نجومنا نجوم المنتخب الوطني لاعبي النادي الاهلي اللي اكيد بنبارك ونهني للمنتخب الوطني على الفوز الكبير، لكن السعاده الكبيره جدا اكيد مع الفوز وان منتخبنا الوطني حقق اكيد نتيجه كبيره هو السعاده ان تالق لاعبي النادي الاهلي في هذه المباراه، ده بينعكس اكيد والاشاده كبيره جدا من الجهاز الفني اما اللعيبه بتكون فورمه بشكل كبير. مش عايزين ننسى حد طبعا، كل اللعيبه سواء الشناوي السولية محمد مجدي قفشه محمد داني، كل اللعيبه دي في فورمه المباريات بتسعد اكيد الجهاز الفني لان الضغط كبير جدا وتلاحم كبير جدا بين المباريات، فما فيش وقت لعيبتنا المنتخب هتكون متواجده غدا في التدريب. كنا منتظرين النهارده يكونوا متواجدين بالكامل مع فريق النادي الاهلي حتى لو هيكون تدريب ريكفري للاعبين، لكن من الواضح ان كابتن سيد عبد الحفيظ وبيتسو موسيماني اعطى راحه للاعبين الدوليين العاديين من منتخبنا الوطني على ان يكونوا متواجدين غدا في التدريب الاخير اللي هيكون هنا في ملعب مختار التتش، ومنها ان شاء الله مباشره التوجه الى مطار القاهره على ان يتوجه بعثه النادي الاهلي في طائره الساعه 4 عصرا ساعتين ونص او ثلاث ساعات بالكثير يكونوا في السودان، لكن اليوم اكيد هيكون منتهي لعيبه النادي الاهلي منذ وصلنا للسودان. وزي ما انتم ذكرتوا طبعا التدريب اختلف نظرا لمباراه سان داونز والهلال السوداني اللي هتكون يوم الجمعه، كل الترتيبات دي الحقيقه بيقوم بيها الكابتن سعد عبد الحفيظ
مع ايضا سفيرنا طبعا في السودان. كل الامور دي مهمه جدا، لان احنا عارفين في كل مره بيكون التدريب الرئيسي هو اخر التدريبات قبل المباراه ب 24 ساعه مع المؤتمر الصحفي مع الاجتماع الفني، لكن اكيد ان شاء الله باذن الله يكون تدريب قوي جدا لفريق النادي الاهلي سواء في ملعب الجوهره او ايضا كمان الملعب الفرعي ليكون زي ما انتم اكدتوا قريب جدا من فندق الاقامه. اثنين طبعا عايز اكد عليهم، اولا ديانج، يعني بنقول خلاص ان ديانج وصل ومتواجد ان شاء الله مع فريق النادي الاهلي في التدريبات وهيكون متواجد مع البعثه، لكن بواليا الحقيقه هو اللي هيكون متواجد في السودان مباشره، يعني هينتهي منه المعسكر المغلق او المعسكر التدريبي ليه او المباراه الاخيره اللي بيخوضها طبعا مع منتخبه وهيتواجد للفريق في السودان. يمكن هم دول طبعا اللي حبينا ناكد عليهم مع اللاعبين للمنتخب الاولمبي، كل اللعيبه اللي يمكن خلاص انهت المباراه في المنتخب الاولمبي متواجدين، صلاح محسن متواجد، اكرم توفيق، مصطفى شوبير، احمد رمضان، بيكم، صلاح محسن، كل اللعيبه الحمد لله اطمنا عليها ممكن ياخدوا تدريب خفيف النهارده على ان يكونوا مشاركين بكل قوه في تدريب الغد والتدريب الاخير لفريق النادي الاهلي. اللي طبعا المصابين بنتكلم عليهم في كل مره، كل بيمشي في التاهيلات، علي معلول، محمود وحيد، حمدي فتحي طبعا اللي مطول شويه، كريم ندفت، ومحمد محمود، يمكن اكدنا عليهم اكتر من مره ان هم خلاص اقتربوا بشكل كبير جدا من العوده ان شاء الله والمؤازره لفريق النادي الاهلي خلال الايام القادمه. ده بالنسبه طبعا للتدريب النهارده، من الواضح كمان ان بيتسو موسيماني هيكون في جرعه تدريبيه قويه جدا فيها تكتيك، فيها امور عديده جدا، الراجل بياكد في كل مره نظري وعملي، محاضره بتكون طويله شويه بتستغرق 40 دقيقه او 35 دقيقه، لكن الجزء العملي بيكون مهم جدا اللي بيحاول ان هو يطبقه مع اللاعبين في الملعب. طبعا الصفوف لم تكتمل بشكل كبير، ده بيبقى ليه تاثير شويه مع تصعيد العدد الكبير من الناشئين، لكن مع عوده اللاعبين غدا هيكون تدريبه مهم جدا للعيبه النادي الاهلي لوضع بقى الرتوش الاخيره، والتدريب الرئيسي بالنسبه لفريق النادي الاهلي اللي هيكون هنا على ملعب مختار التتش صباحا. ده بالنسبه للاخبار الخاصه لفريق كره القدم بالنادي الاهلي واستعداده لرحله السودان. لو بننتقل طبعا بقى للجانب الاخر والاخبار الخاصه بالنشاط الرياضي لفريق النادي الاهلي، الحقيقه طبعا يمكن الحديث الكامل ويمكن لا الصوت يعلو عن مباراه الامس بين الاهلي والزمالك في كره السله. يمكن الناس كلها قالت ان خلاص المباراه تم الغاءها ونتيجه حسبت لنادي الاهلي، لكن حتى هذه اللحظه منتظرين اجتماع طبعا الاتحاد المصري لكره السله برئيس الدكتور مجدي ابو فريخه، لان النهارده ممكن يكون في قرار. الطبيعي طبعا زميلي الكريم زميلتي الهواند ان خلاص المباراه الغت، النقاط على طول بتحسب للفريق المنافس سواء النادي الاهلي او غيره، لكن من الواضح وشايفين ان في اتجاه ان ممكن المباراه تعاد، يعني بنتمنى ان يكون في قرار حاسم، لان المنتخب الحقيقه يمكن كره السله في النادي الاهلي تعرضت لظلم كبير جدا خلال الايام الماضيه، سواء ايقاف المدرب، ايقاف ايضا كمان اليكس المحترف، فيمكن اللوائح بتطبق بشكل كبير، فبنتمنى اللوائح تطبق في كل الفرق وليس النادي الاهلي فقط، فاكيد بننتظر ان شاء الله حسم هذه المباراه ونقاطها لفريق كره السله بالنادي الاهلي. على الجانب الاخر طبعا كره الطائره سيدات اللي طبعا بيقودها الكابتن حمدي الصافي المدير الفني لفريق النادي الاهلي مع المدرب ياسر صلاح، حققوا فوز كبير جدا على فريق 6 اكتوبر في بطوله الدوري العام بنتيجه 3-0. يمكن الحقيقه طبعا بنقول عليهم بنات من دهب، بنات الطائره، عندهم رصيد كبير جدا من البطولات سواء بطوله كاس مصر، بطوله عربيه، بطوله افريقيه، بطوله دوري، فيا رب يستمروا في هذه وسلسله الانتصارات الرائعه والمميزه. من كره الطائره لكره ايضا تنس الطاوله، تنس الطاوله الكابتن اشرف عبد الفتاح المدير الفني لرجال تنس الطاوله عندهم طبعا دوره مجمعه، الدوره الاولى مجمعه فازوا على انبي وفازوا على نادي الزمالك وماشيين بخطه ثابته جدا الحقيقه. سيد لاشين لاعب النادي الاهلي ومحمد البيلي وخالد عصر الثلاثي بيادوا دور اكثر من رائع واداء اكثر من رائع مع فريق تنس الطاوله بالنادي الاهلي، يا رب ان شاء الله يستمروا في حصد هذه النقاط وفي حصد سلسله الانتصارات ويقدروا يحققوا درع الدوري العام لتنس الطاوله. كره اليد رجال وهو طبعا الحديث الاخير عن تجديد ابراهيم المصري احد نجوم فريق النادي الاهلي ومنتخبنا الوطني لمده 4 سنوات، الحقيقه مجهود كبير جدا بيقوم به النشاط الرياضي سواء الكابتن رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي، الكابتن ياسر نصير نائب مدير النشاط الرياضي بالتنسيق طبعا مع مجلس الاداره، لما بيكون في دعم كبير وبيكون في استقرار بشكل كبير جدا على التعاقد مع اللاعبين ومدى التعاقد ده بينعكس على الفريق بشكل كامل، الاستقرار مهم جدا وده الحقيقه اللي بيحاول يوفره مجلس اداره النادي الاهلي المناخ الطيب لكل الالعاب لعب كره القدم وايضا كمان الالعاب الجمعيه. الامور الحمد لله لفريقنا ماشيه بشكل طيب، النشاط الرياضي بيحقق اداء مميز جدا، بنتمنى بقى الانتصار بشكل كبير واستمر النادي الاهلي في كل الالعاب في سلسله الانتصارات. انا معاك يا نواند، معاك كريم، لو في اي استفسارات انا معاك. كريم انا بصبح عليك طبعا في البدايه، وانا هروح معاك لو سمحت لي لنقطه صغيره لان هي في غايه الاهميه، ويمكن شفنا تاثيرها في المباريات اللي فاتت الخاصه بالفريق عندنا ان هي كان ليها نتائج سلبي لان اللعيبه وقتها كانت مضغوطه. انا عايزه اتكلم عن الراحه النفسيه وتنقل لنا كده الصوره من عندك، لان انت كنت موجود في الكواليس وفي بعض يعني الاجتماعات اللي دارت ما بين موسيماني والفريق. انا عايزه اروح للمعنويات المرتفعه، عايزه اروح معاك للاحاديث اللي دارت بين
بين موسيماني والفريق من ناحيه الثقه، من ناحيه فكره هنا ان انت عايز تريح اللعيبه او عايز تشيل الضغط اللي عليهم سواء من الناس سواء من الاعلام سواء من المباريات اللي فاتت. خليني اروح معاك للنقطه دي او توضحها لنا بعد اذنك. اتفضل. نقطة أكيد مهمة جدا زميلتي نهاوند، وهو يمكن الجانب النفسي ده أمر مهم جدا. المدير الفني أو الجهاز الفني بيتميز بالجانب الفني بشكل كبير جدا، لكن الجانب النفسي ورفع الضغوطات وتجديد الرغبة بشكل مستمر ده الدور الكبير اللي بيقوم بيه الجهاز الفني للنادي مع أيضا كمان اللاعبين الكبار في فريق النادي الأهلي. الحقيقة ضغط كبير جدا الفترة اللي فاتت، ويمكن على طول الجهاز الفني بيتسو موسيماني كابتن سامي قمصان كابتن سيد عبد الحفيظ بيتكلم على أهمية المرحلة، لكن لابد يكون تركيزنا ما يوصلناش لمرحلة التشتيت. يعني مهما كان التركيز ومهما كانت التركيز الكبير للفترة القادمة او في المباريات بيكون امر صعب جدا للعيبه، لان اللعيبه مضغوطه بشكل كبير خلال المرحله الماضيه. الحقيقه كل اللعيبه بتتكلم، اللعيبه عندها رغبه بشكل كبير جدا والطموحات متجدده وكل الامور دي الحمد لله عارفينها على فريق النادي الاهلي، لكن مع الضغط الكبير اللي بنشوفه من المباريات، لعيبه راجعه من المنتخب، عندنا اصابات، عندنا بعض المراكز فيها تاثير بشكل كبير، ايمن اشرف الحقيقه كمان اللي بناكد على جاهزيته مع وليد سليمان، كل الامور دي بتريح الجهاز الفني، لكن الجانب النفسي مهم جدا. الحقيقه كل بيتكلم عن المرحله، الكل بيتكلم تحديدا عن مباراه الهلال رباط المريخ السوداني. ويمكن نقطه كمان يعني هوند عايز اكد عليها، يمكن لو اتيح فرصه ان يكون في جمهور متواجد في مباراه المريخ، لسه الامر ده لم يحسم، الامر ده هيكون في ضغط كبير على فريق النادي الاهلي، لان المريخ السوداني عنده روابط اولتراس متواجده وعنده اعداد كبيره، فجمهور منظم بشكل كبير جدا، على عكس ما يكون في جمهور في فيتا كلاب او في اي فريق تاني بيكون تشجيع فقط لغيره. لكن التنظيم ده كمان يمكن بيتسو موسيماني اكد عليه، قال مش هينفع ان احنا نضغط لو في جمهور، لابد ان احنا نكون على قدر المسؤوليه، ما نسمعش اي شيء في المدرجات، تركيزنا وحيد. انا كنت متواجد في مباراه الهلال الحقيقه، وكانت مباراه كانت صعبه جدا خلال البطوله الماضيه، وكان فيها ضغوطات وفيها مضايقات كبيره جدا لفريق النادي الاهلي. كل ده يمكن كل مره بياكد عليه الجهاز الفني كابتن سيد عبد الحفيظ، قال ممكن نقابل صعوبات بشكل كبير، فده ضغط اكيد على اللاعبين والجهاز الفني، لكن بالخبره الكبيره بقى طبعا والرغبه المتجدده وروح النادي الاهلي وشخصيه النادي الاهلي، كل الامور دي بتتلاشى طبعا، وبيقدر النادي الاهلي يتخطاها، وبيبقى تركيزه فقط لغير في 90 دقيقه. بنتمناها ان شاء الله تكون من نصيب النادي الاهلي، وان شاء الله يعود النادي الاهلي من رحله المريخ منتصر ويصعد ان شاء الله مباشره لدور ربع النهائي، ومنها ان شاء الله يقدر يحافظ على لقب البطوله العاشره، الحلم الجميل والحلم الكبير لكل جمهور النادي الاهلي. حلمنا جميعا، وعندنا ايمان بدايه ان شاء الله العاشره تكون يا اهلي. بشكرك جدا زميلنا العزيز كريم احمد على هذه التغطيه الاكثر من رائعه، وانا بضم صوتي وكلنا بنضم صوتنا لصوتك، يعني كل الاهلاويه في كل مكان. احنا اكيد بنتمنى ان شاء الله نشوف مباراه فيها فرض لشخصيه الاهلي منذ الدقائق الاولى، وبنتكلم هنا فرض الشخصيه، مش لازم ان انت تهاجم، فرض الشخصيه وقد تعني ان انت تمنع الخصم ان هو يصل لمرماك، يعني فرض الشخصيه بتختلف من مدير فني لمدير فني، من خطه لخطه، فنقبل ان شاء الله نشوف فيه فرض ليه شخصية الأهلي اللي احنا واخدين عليها. شكرا ليك يا كريم جدا. كل الشكر لزميلنا العزيز كريم. وتعالوا بقى قبل ما نطلع أول فاصل في حلقة النهاردة، هنتابع معاكم حالة الطقس وتوقعات درجات الحرارة من خلال هذا الفيديو، ثم عودة لعشرة صفحة في الأهلي. تفضل. انا كنت بس ما لقطتش القاهره كام بالليل النهارده، انا عايزه في حد من الزملاء قال 14 ولا انا سمعت لا 14 ده
ايه يا جماعه؟ ما انا في رقم 14 اتقال عموما، انا ما كنتش مركز قوي. طيب على كل الاحوال 2011 كانت القاهره 2011 11 ده يعتبر خلاص شتاء رجعنا تاني يعني. هو انا عايز اسال حاجه دكتور محمود، كان قايل ان الاسبوع يعني من لغايه يوم السبت اللي فات المفروض هيكون في انخفاض لدرجات الحراره ثم هتعود مره تانية، ولا كان الوضع ايه؟ بصي اللي انا فاكره ان هو قال ان يعني الجزء الاخير من الربيع توقع فيه كل حاجه، قال لك اخر اسبوع اخر 10 ايام منه عموما توقع فيه اي حاجه بما فيها انخفاض. ايوه بما فيها انخفاض درجات الحراره، وطبعا ده موجود بشكل ملموس. على كل الاحوال هنطلع فاصل سريع ونرجع مره ثانيه نكمل كلامنا. اتفضل. نروح دلوقتي بقى لجريده الجمهوريه ومراسلنا محمد توفيق عشان نتابع اهم الاخبار الرياضيه في الصحف والمواقع المحليه والعالميه. يكون معاه كمان الاستاذ حسام الغرباوي الكاتب الصحفي بالجمهوريه. يا توفيق صباح الخير، يا توفيق عليك وصباح الخير على الاستاذ حسام، ومنشطات كتيره جدا هنناقشها معاك. خلينا بس في البدايه نرحب بيك وبضيفك. صباح الخير. صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير يا كريم، يعني تحياتي ليكم وكل مشاهدي ومتابعي 10 الصبح في الاهلي من كل مكان، وجوله جديده لاخر واهم الاخبار الرياضيه في مصر والعالم. وجولتنا النهارده زي ما ذكرت من جريده الجمهوريه، وطبعا بيشرفنا الناقد الرياضي استاذ حسام الغرباوي. نبدا بمنشطاتنا في الاول. اول منشط من جريده الشروق: الاتحاد الافريقي يرفض شكوى المريخ ضد سيمبا بالتلاعب في مساحات كورونا. يمكن ده في اشاره ان الشكوى اللي كان قدمها المريخ السوداني للاتحاد الافريقي متهمه نادي سيمبا بالتلاعب في مساحات كورونا، لكن الاتحاد الافريقي رفض هذه الشكوى. المانشيت الثاني معانا من اليوم السابع: المحترفون يغادرون القاهره بعد انتهاء تصفيه امم افريقيا. ده في اشاره للمحترفين الاربعه اللي كانوا متواجدين بالامس في مباراه جزر القمر: محمد صلاح ومحمد النني ومحمود تريزيجيه ومصطفى محمد. ومن الشروق اخبارا جيده وسيئه لليفربول. طبعا يمكن التقرير اللي نشرته جريده ميرور الانجليزيه اشار ان الاخبار الجيده بالنسبه لليفربول هو تالق محمد صلاح واحرازه هدفين بالامس، لكن الاخبار السيئه طبعا ان محمد صلاح شارك بشكل كامل في المباراه لمده 90 دقيقه، ده طبعا هيبقى مخليه مجهد قبل المباراه القادمه في الدوري الانجليزي لليفربول. كمان ان كده خلاص مصر وصلت لامم افريقيا، فده هيعمل يعني زي ما نقول هيربك حسابات يورجن كلوب، هيبقى عنده محمد صلاح، ساديو ماني، نابي كيتا، الثلاثه دول يعني من الاعمده الاساسيه للفريق، مش هيبقوا متواجدين لمده كبيره اثناء بطوله امم افريقيا القادمه ان شاء الله في الكاميرون، فده هيسبب يمكن ارباك شويه في الحسابات ليورجن كلوب في عدد كبير جدا من ماتشات الدوري الانجليزي منتصف الموسم. كمان بعد كده معانا خبر من روسيا اليوم: مركز الدراسات السويسريه CIES يكشف قائمه افضل 98 لاعب في 2021. يمكن كالعاده متصدر الترتيب هو ليونيل ميسي، يجي في الترتيب الثاني بالتساوي ليفاندوفسكي، وكمان يعني يمكن المفاجاه جورجينيو الايطالي لاعب تشيلسي الانجليزي جاء في المرتبه الثانيه بالتساوي مع ليفاندوفسكي، وكمان جه كمان في المركز الرابع روبن دياز مدافع مانشستر سيتي، وكريستيانو رونالدو يمكن تقهقر كتير جدا على المكان المعتاد ليه وجاء في المركز الخامس. كده عشان نتكلم اكتر عن اخبارنا وتفاصيلها ينضم لنا استاذ حسام الغرباوي الناقد الرياضي بالجمهوريه. استاذ حسام يعني بنصبح عليك وبنرحب بيك في البدايه. يعني منتخب مصر الاداء امام كينيا وانتقادات كبيره، بعد كده مباراه جزر القمر اعتقد كان فيه تحسن كبير في الاداء، يعني تقييمك للاداء والاختلاف ما بين اول مباراه ومباراه امبارح امام جزر القمر؟ طبعا ألف مبروك لمنتخبنا الوطني وجهازه الفني بقيادة الكابتن حسام البدري. طبعا الأداء كان جيد بصراحة جدا يعني، وقدر أن هو يصالح الجماهير المصرية بعد التعادل مع كينيا، وكان قبل كده كان في برضو تعادل في القاهرة وكده، ده أثر كتير وخلى أن في مشكلة في حتة الاستكمال المشوار بشكل قوي، لكن قدر في بعد كده أن هو يتدارك ده بشكل جيد ويتأهل عن جدارة بعد التعادل مع كينيا بهدف لكل منهما يعني. وبعد كده بعد ما ضمن ده اداله أريحية ان هو يظهر بعض الخطط التكتيكية الرائعة اللي بينت ان جهاز الفني فيه شغل، خاصة يعني انا مثلا عجبني بعض الجمل التكتيكية اللي كان فيها ثنائيات زي تريزيجيه ومحمد صلاح، وجي منها هدف عندنا أفشة مع محمد شريف. الحاجات دي بصراحة ان احنا نفسنا تعود تاني زي الجيل بعض الأجيال الذهبية للأهلي، كان بيبقى ثنائيات قوية بتدعم الفريق سواء في الفرق المصرية أو المنتخبات. الفريق أدى بشكل جيد، كان في ثقة من الجهاز الفني المنتخب، وده طبعا
ادى بان هو قدروا ان هم يفكوا شفره الفريق المنافس وان هم يحصلوا على الثلاث نقاط وتصدر المجموعه السابعه عن جداره واستحقاق، وتاهل طبعا بشكل رسمي وقوه تصفيات الامم الافريقيه ان شاء الله بالكاميرون 22 ان شاء الله، ونتمنى لمصر كل الخير. ولكن في نفس الوقت يا ريت ان تدعيم الكابتن حسام البدري، احنا في ناس كتير كانت بتنتقد وده ما ينفعش، ده بيأثر نفسيا على الجهاز الفني خاصه انه بيمثل مصر ومش بيمثل اي فريق تاني، ده بيأثر عليه سلبي. احنا لازم نديله كل الدعم مهما كان ومهما حصل في جوله او اتنين حتى اللي هو بيتاخر او بيتعادل او بيحصل حاجه، لا لازم نشوف ايه المشاكل ونحلها لغايه لما مصر تعبر للي هي عايزاه ان شاء الله باذن الله. تقييمك لاداء المحترفين خاصه محمد صلاح يمكن تالق بالامس، وكمان يمكن محمد صلاح يبقى عنده مشكله كبيره في ليفربول الفتره الجايه، طلب كابتن شوقي غريب انه يبقى موجود في الاولمبيات، وبعد كده عندك كاس امم افريقيا في وسط الموسم السنه الجايه. لا طبعا تألق محمد صلاح ده بيضفي قوة على منتخبنا وده المتوقع منه والمطلوب في نفس الوقت، لان ده بيدي حماسة وروح معنوية عالية للاعبين لبقية اللاعبين زملائه، وده احنا شفناه كان محمد صلاح كان بيلعب بثقة في الملعب، احنا شفنا لو شفنا الهدف اللي جاب كان بكل ثقة وكل أريحية قدر ان هو يجيب هدفين ولا اروع، وفي نفس الوقت بمجهود كبير يعني هو قدر بالظبط يخطف الاضواء في ثانية. اما بالنسبه ان هو الضغط عليه، لا محمد صلاح من اللاعبين من افضل اللاعبين على مستوى العالم، وطبعا شيء طبيعي ان الراجل في جدول تدريبه معين وفي جهاز طبي وفي جهاز متابع ليه، فهو عنده القدره للمتابعه لان ده طبعا لاعب محترف والاحتراف ما فيهوش ان هو يقدر او ما يقدرش، فشيء طبيعي ان شاء الله هيتالق وهو عارف طبعا اجندته ماشيه ازاي، وان شاء الله هنشوف تالق محمد صلاح اكتر واكتر في الفتره القادمه، فبكل التوفيق لمحمد صلاح. اخيرا يعني سريعا شايف رحله الاهلي ان شاء الله يعني للسودان ومقابله المريخ في الجوله الخامسه من دور المجموعات، شايف تقييمك ايه للرحله دي وشايف النادي الاهلي ان شاء الله يعني يحقق الفوز وان شاء الله يحقق الانتصار والصعود من قبل كمان اخر مباراه امام سامي؟ لا ان شاء الله طبعا الاهلي هيتاهل، الاهلي طبعا هو واخد برونزيه كاس الانديه للعالم للمره الثانيه على التوالي ليه هو طبعا. المريخ السوداني هو متصدر الدوري وقوي، ولكن الأهلي بخبرته وتاريخه مذاكرته القوية للفريق المنافس شيء طبيعي ان ده هيضيف له كتير، عودة بعض اللاعبين زي وليد سليمان على رأسهم طبعا في المران الأخير، وكتير من اللاعبين طبعا ما عدا معلول ان هو طبعا لسه تحت الإصابة، ده هيضيف قوة إلى جانب ان موسيماني هو مذاكر المريخ السوداني معروف للأهلي كويس جدا، فأكيد ان هو طبعا محضر الخطة اللي تليق بده بعد ما أكد على الخطة في القاهرة قبل التدريب الأخير في هناك قبل المباراة، وإن شاء الله يفوز الأهلي. حسن بنشكرك كنت منورنا وشكرا جزيلا لك. شكرا يا كريم. برضو تعقيبا على يعني الكلام، انا هتفق مع استاذ حسام ده حب الناس، ولكن انا لو بحب فعلا محمد صلاح انا مش هعمل ده لحفاظا عليه، يعني حلو انك تحب لاعب لكن انت عارف محمد صلاح دلوقتي بياخد يعني مع المنتخب، فاحنا حابين بس ان القصه تبقى يعني بهدوء، دي النقطه اللي احنا عايزين ان احنا نتكلم عنها يا جماعه هدوءا، احنا عايزين برضو نحافظ على محمد صلاح. انت بتتكلمي في ايه يا ست؟ كل اللي نازلين دول مش شايفين قدامهم غير السيلفي اللي هم عايزين يتصوروه معاه، يعني طبعا ربنا يزيده من محبه الناس بطبيعه الحال، وارد ان النوع ده من الامور يحصل بس ما يحصلش في ارضيه ملعب في مباراه بالشكل ده، فيعني كانت يعني مشهد كان مؤسف من زوايا متعدده، وعايز اقول لك ان من امبارح للنهارده كل الصحف البريطانيه يعني سابت كل حاجه في المباراه حتى بما فيهم الهدفين اللي سجلهم محمد صلاح، وقفوا عند اللقطه دي لان فعلا هو بالنسبه لهم يعني بعيدا بقى عن فكره هم يعني متخيله هم وضعهم بيتفرجوا على يعني شوت زي ده، بص هقول لك على ده بالنسبه لهم كونتينر فلوس هم دافعين فيه. هقول لك على حاجه، صح كلامك مظبوط، ولكن لو هنتكلم على ارض الواقع بيحصل اوقات كتيره في العالم كله في بعض الاستادات حتى لو كان يعني متامن مليون في الميه بيحصل بعض الخروقات حاجات زي كده، لان برضو خلي بالك انت سيطره على الاشخاص اوقات بتبقى ما انت حتى لو مسيطر بيطلعوا من اماكن وحصلت فاضي. شفنا مشاهد زي دي كتير، يعني احنا مش فكره بنلوم بس احنا بنقول يا جماعه بنخاطب الناس اللي احنا كلنا بنحب محمد صلاح، حتى لو عندك فرصه حافظ على محمد صلاح بس او حافظ على اللاعب اللي انت بتحبه، صح كده؟
المفروض للمنطق كده. نروح بقى مع حضراتكم لكرة القدم ومران هنا المنتخب بس البلجيكي اللي بيستعد لمباراة أمام بيلاروسيا النهاردة في تصفيات المجموعة الأوروبية الخامسة المؤهلة بقى لبطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022. الأسباني روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا أعلن تشكيل فريقه الرسمي اللي ضم هنا العملاق رومالو لوكوكا في صدارة الهجوم وبتضم المجموعة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 منتخبات كل من بيلاروسيا التشيك استونيا وبالإضافة كمان لبلجيكا وويلز. هيستهل المنتخب صاحب المركز الأول بنهاية التصفيات لكأس العالم مباشرة بينما ستتأهل هنا 8 منتخبات للمرحلة بقى أو مرحلة أخرى من التصفيات اللي هتقام مفروض خلال 4 مباريات هيصعد بقى الفائز فيها للبطولة المنتظرة العام المقبل بإذن الله. نروح بقى الخبر عن غياب قائد المنتخب البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم المنتخب البولندي وطبعا فريق بايرن ميونخ الألماني اللي هيغيب عن مباراة بلاده أمام إنجلترا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ده طبعا بعد ما أصيب في مباراة إندورا. دي المباراة اللي أحرز فيها الهدفين الأول والثاني قبل ما يصاب في الركبة اليمنى ويتم استبداله في الدقيقة 63 من المباراة. وقال بيان الاتحاد البولندي لكرة القدم إن فترة غياب ليفاندوفسكي قد تصل من 5 إلى 10 أيام وسيعود إلى ناديه ليخضع للعلاج. طبعا ليفاندوفسكي غادر معسكر منتخب بلاده وبالمناسبة برضو البيان أكد إن قرار استبعاد ليفاندوفسكي من معسكر يعني منتخب بولندا هو الحل الأمثل من وجهة نظر الكل حتى لا تتفاقم الإصابة أكثر من كده وخصوصا إن هم لا يرغبوا في فقدان المهاجم لفترة أطول وهناك بطولة يورو 2020 في الصيف المقبل إن شاء الله. جميل جدا. عايزين بقى نروح لخبر بعد كده يمكن اتكلمنا عنه في السنة اللي فاتت تحديدا في الشهور الأخيرة وقلنا قد إيه إنجلترا كانت يعني مشددة جدا فيما يختص هنا بقى بفكرة عودة الجماهير. عايزين نقول ان ناس كتير كانت مستنيه بس طبعا ظروف جائحه كورونا اللي كلنا يعني منعتنا من ان احنا نعيش حياتنا بشكل طبيعي بس في بريطانيا الحكومه البريطانيه تحديدا بقى سمحت للمشجعين بحضور مباراه نصف النهائي في كاس الاتحاد الانجليزي لكره القدم اللي في ملعب تحديدا ويمبلي ده كتجربه لسه هتجرب قد تمهد بقى هنا لعوده يعني اعداد كبيره من المشجعين للملاعب في البلاد وقد لا يعني دي هتكون تجربه بس كويس ان احنا ابتدينا نشوف حاجه زي كده. احنا كنا بنقول السنه اللي فاتت تقريبا كان شهر 10 كان في قرارات صارمه جدا من الحكومه البريطانيه بمنع تماما اي يعني جمهور ان هو يكون متواجد في اي لعبه او في اي رياضه فدلوقتي خطوات اعتقد ان هي اندلت على شيء فان احنا ماشيين كده خطوات مبشره ان ربما هذه الجائحه يعني تكون في نهايتها فده شيء كويس. ومع هذا انا شخصيا استبعد جدا ان انت ممكن تشوفي في مباراه من النوع ده مثلا المشهد اللي احنا شفناه مع محمد صلاح امبارح فاصلا في المباراه ايه المفروض ما فيهاش حضور جماهيري ما تفهميش الشباب دول طلعوا منين من تحت الارض هي مساله وعي زي ما انت كنت بتقولي من شويه. عموما تعالوا بقى نروح على سباق السيارات حيث فاز الصيني جوانغ زهو بسباق فورمولا 2 اللي اقيم في البحرين واحتل زهو الصداره من اللفه رقم 27 ليحافظ على المركز الاول حتى خط النهايه وحصل على المركز الثاني دان تيكتوم وبعده في المركز الثالث ليام لاوسن. خلينا نروح لطوكيو نتكلم هنا عن اخبار اولمبياد طوكيو. امبارح اكملت بقى شعلة طوكيو الاولمبيه مسار 5 أيام في مقاطعات اليابان ده ضمن رحله مفروض بتجوب فيها مدن اليابان قبل افتتاح الالعاب المؤجله من العام الماضي زي ما كنا بنتابع مع حضراتكم. وزارت الشعلة كمان منطقه اوتشيجوكو التاريخيه ودي من ابرز مفروض المناطق السياحيه وليها اهميه كمان في التاريخ الياباني القديم بين كمان ابرز المواقع اللي مر بيها كان معبد نور الشمس من التراث العالمي بيشارك في طواف شعلة اولمبياد طوكيو 2020 1000 شخص في رحلة عبر مقاطعات اليابان 47 ده قبل ما تصل الشعلة للملعب الأولمبي. حاجة جميلة وخلي بالك حاجة سياحية جميلة جدا بس ما اعتقدش ان هي هتجذب ناس دلوقتي عشان نظرا يعني للظروف لكن في يعني في سنين او سنوات سابقة كانت بيبقى في يعني سياحة كتيرة جدا وناس كتير من دول مختلفة بتروح تحديدا علشان تحضر السيرموني ده او الاحتفالية دي. هم مميزين قوي في كل حاجة الحقيقة يعني ودايما اي احتفالية رياضية فنية ثقافية ايا كان دايما عندهم قدرة على الابهار وكتير جدا من المهرجانات الفنية وخصوصا الغنائية بصفة خاصة بتقام في اماكن مفتوحة في وسط يعني مناطق جبلية حاجة عظمة والطبيعة مساعداهم كتير جدا هم هناك. على كل الاحوال تعالوا بقى نروح على سباق الدراجات حيث فاز المتنافس الايطالي دانيال بريدوت بلقب الرجال ونالت اللاعبة السويسرية رامونا فورتشيني لقب السيدات
في بطوله ابيك المتوسط للدرجات الجبليه اللي اختتمت فعالياتها في اسبانيا واللي طيب نروح للعبه الوثب او رياضه الوثب في اليابان. حصل كده مسابقه هناك طريفه من منحدر مفروض جليدي شارك فيها افراد وفرق. ايه اللايت بلذيذه دي لو اتعملت في مصر برضه حاجات زي كده ليه لا؟ وفيها ترفيه وفيها شيء من الرياضه. لا بصي سيبك انت الروقان حلو باختصار صح. يعني الروقان حلو وربنا يمن علينا بيه. على كل الاحوال اسمحوا لنا نطلع فاصل سريع ونرجع عشان نبتدي مع حضراتكم اولى فقراتنا الحواريه. اتفضل. روح الفانيلا الحمراء الحاسمة دائما لتاريخ بطولات الأهلي على مر العصور واختلاف الأجيال في جميع الألعاب. أبطال الأهلي في كل مكان وزمان، أجيال تسلم أجيال لحصد البطولات واعتلاء منصات التتويج. فبعد تحقيق العديد من البطولات في مختلف الألعاب في الأشهر القليلة الماضية، تتوالى انتصارات فرق النادي الأهلي بتتويج ناشئي اليد مواليد 2004 ببطولة كأس مصر. المنافسة في بطولة كأس مصر هذا الموسم شهدت أجواء تنافسية قوية وندية بين جميع الفرق، حتى وصل للنهائي فريق الأهلي ومركز شباب الظاهرية. لاعبو فريق يد الأهلي مواليد 2004 قدموا أداء جيدا بروح وشخصية البطل، والتي حسمت المباراة لصالح أبناء قلعة الجزيرة بنتيجة 33-27. احتفال اللاعبين والجهاز الفني باللقب أثناء تسليمهم ميداليات المركز الأول وكأس البطولة لم يكن النهاية بالوصول للقب البطولة، بل الهدف الأكبر هو الاستمرار في الانتصارات وحصد البطولات واعتلاء منصات التتويج، وهو ما يليق باسم ومكانة النادي الأهلي وأبنائه. اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه في 10 الصبح في الاهلي اولى فقراتنا الحواريه. هنسعد من خلالها بوجود شابين مصريين حاجه كده ايه تشرح الفؤاد زي ما بيقولوا. طبعا دايما النادي الاهلي فيه اجيال بتسلم اجيال، والكلام ده مش بس فيما يتعلق بمسؤوليه ان هم يلبسوا تيشيرت النادي الاهلي، ده كمان بيشمل مسؤوليه حصد يعني الدروع والكؤوس والبطولات المختلفه. معانا نجمين من فريق يد الاهلي مواليد 2004 واللي توجوا مؤخرا ببطوله كاس مصر. معانا محمد حسن ميدو وبلال ابراهيم مسعود. صباح الفل يا محمد. صباح الفل يا بلال، منورين الدنيا. اولا مبروك بدايه كلام كده الكاس الجميله دي، واكيد ما جاش بسهوله الكاس ده ولا ايه؟ طبعا جدا. ما تلخص لنا كده مشوار يعني حصولكم على هذا الكاس. هو احنا الحمد لله بدانا البطوله بماتش البنك الاهلي، احنا لعبنا 5 ماتشات بالظبط لحد ما وصلنا لماتش النهائي وخدنا الكاس. بدانا بماتش البنك الاهلي، كان ماتش صعب برضو. هو الماتشات كلها كانت صعبه، ما فيش ماتش كان سهل، هي البطوله صعبه من الاول. ماتش البنك الاهلي، بعدين ماتش الجيش، بعدها ماتش سموحه، بعدها ماتش شمس، والنهائي يعني سيمي فاينال شمس، والنهائي اللي هو كسبنا فيه كمان شوط الظهريه. حلو. هل اصعب واقوى مباراه كانت بالضروره تكون هي الفاينل، ولا بالعكس ممكن يكون في ماتش قبل مرحله الفاينل كان هو الاقوى من وجهه نظركم؟ مش الاصعب الفاينل، الفاينل كله بيبقى مركز فيه، نازل ومستعد كويس. الفكره في الماتشات اللي ممكن تبقى في الاول ما حدش مركز، الفرقه مش مستعده احسن حاجه كده. الحمد لله ان احنا برضو قدرنا نستعد لكله، كل الماتشات كنا قادرين نركز، وفي الفاينل كنا مركزين قوي عشان كنا في سفريه وكده. كان والمعسكر كله كان مركز جدا وجهزونا الحمد لله كويس قوي للفاينل. يعني حلو ان في الفتره الاخيره النادي الاهلي والحقيقه ومصر بشكل عام بقى لها تواجد قوي جدا وملحوظ على الساحه الدوليه في كره اليد. بقى في طفره، عايز اقول ايه اللي حصل فبقينا بالشكل ده؟ وطبعا دي حاجه جميله ومحتاجين ان احنا ندعمها عشان تستمر وتزيد كمان. والحمد لله احنا بطوله العالم اللي فاتت كانت عندنا هنا في مصر، خدنا 7 عالم، خرجنا بطريقه مشرفه جدا. كان عندنا ماتش مع الدنمارك، اظن ما فيش حد ما عرفش الماتش ده، كان اقوى ماتش في البطوله يعتبر، خلص بينالتيز. فالحمد لله يعني احنا قدمنا اداء مشرف جدا، وهي كره اليد بقى لها فتره في مصر فعلا عامله طفره جدا. ليه بقى؟ يعني هل وقفت عند التفصيله دي؟ يعني ايه اللي حصل فالوضع ده استجد؟ ممكن علشان الاتحاد مثلا بيدعم، ابتدى يدعم اكتر الناس، المدربين ابتدت تركز مع اللعيبه اكتر، واللعيبه ابتدت تركز اكتر في انك تقدر تحسن من نفسك بطريقه او باخرى. يعني في طرق كتير انك تركز وتحسن من مستواك. يعني
لا والحقيقة واضح ان الطرق دي اتت ثمارها في نهاية المطاف، بدليل ان احنا كل يوم والتاني تقريبا بنتكلم عن خبر مفرح ما. أيوة. يعني ليه علاقة بكرة اليد اي كان، حتى في اخر كاس عالم بتاع 2098 واخدين ثالث عالم واخدين كاس عالم. هي. 2000 هي. واخدين كاس عالم. طب ما تعرفونا كده شباب بدايتكم مع كرة اليد، يعني ابتديتوا من سن كام؟ يعني هل كان اختيار منكم ولا كان توجيه من الاهل؟ هو انا بدات، انا ابن النادي الحمد لله، انا بادئ من عند 4 سنين بلعب كرة يد في النادي الاهلي. جميل. وفضلت مكمل بقى مرحلة البراعم لحد مرحلة الناشئين، والحمد لله لحد دلوقتي بقى لي حوالي 12 سنه بلعب في النادي الحمد لله. هاي. وانت بالنسبه لك يا بلال؟ انا بدات في نادي حدائق الاهرام، بعديها رحت الاهلي، بدات وانا عندي 5 سنين، بدات رحت عن طريق المدرسه يعني. ما بس بدايه مبكره قوي عندكم انتوا الاثنين، برافو. يعني طب ويعني برضو ارجع اقول لك، اشمعنى كره اليد؟ فاكرين التفصيله دي، انتوا اللي اخترتوا ولا الوالد او الوالده؟ والله انا لما انا شفتها في التلفزيون وكانت عجباني يعني. أوكي. بس فقلت لوالدي، والدتي طبعا هم اللي كانوا مساعديني على الموضوع ده، وهم دخلوني المجال ده، والحمد لله يعني ان هم دخلوني المجال ده اتالقت فيه وهو كان عاجبني فاديت فيه كل ما اديت فيه فعلا. الحمد لله. حلو جدا. برضو عايز اسالكوا على فكره تنظيم الوقت مبدئيا، انتوا في اي مرحله دراسيه دلوقتي؟ انا ثانويه عامه. اوه. طب وعاملين ايه يا برنس في الموضوع ده؟ لا احنا امريكان الحمد لله يعني. برضه ستيل شهاده وبرضه حاجه مش سهله ومطلوب مطلوب منكم كمان مهمه صعبه جدا. بس يا اخي سبحان الله دايما الابطال بصفه خاصه في الرياضات المختلفه ما بيقفوش عند الحته دي، لان هم بيعرفوا يهندلوها كويس، فكره ان انتوا توازنوا بين وقت التمرين والمعسكر والماتشات و و و وبين الالتزامات الدراسيه والحضور يعني عارفين تعملوها ازاي بقى؟ انا يعني الحمد لله في الامر ضحكت ضحكه اللي مش عارف يعملها ده ما بتحضرش ولا ايه؟ طمني عليك. الحمد لله يعني الدنيا ماشيه. ماشيه ماشيه. هو في امريكان يعني في امتحانات، مش امتحان في موعد يعني، مش زي ناشونال كده مثلا في شهر 6 فاينل واحد بس. أوكي. في كذا محاوله. أوكي. فانا في اول محاوله الحمد لله دخلت جبت اللي انا عايزه وابتديت اخش تاني زي الفل. وانت ابو حميد ايه النظام؟ انا الحمد لله برضو زي الفل. هو طبعا الموضوع بيبقى صعب شويه، انت مثلا في الفاينلز خلاص يعني الموضوع بيبقى صعب ان انت مجمعات نهائيه وكده، فانت اغلب وقتك بتكون مع الفرقه والنادي وكده، فالموضوع بيبقى صعب. بس طبعا يعني ما فيش وقت فراغ يعني. وقت فراغ بيبقى صعب يعني، هو انا بخلص تمرين ارجع بالليل انام اصحى اذاكر اصحى اروح المدرسه كده. طب ونمط الحياه ده يعني طبعا هو نمط صحيا هايل وكل حاجه فيه منظمه وبالميعاد ونظام غذائي و لكن هو الواحد لما يبقى عايش حياه كامله كل يوم فيها وكل ساعه فيها هو عايش بنظام صحي متكامل قوي يكاد يكون مثالي، ده بيفوت عليك فرصه حاجات تانية لطيفه. ممكن يكونوا شباب في نفس المرحله السنيه بتاعتكم خاربين الدنيا وانتوا عندكم معسكر، او مولعين الدنيا وانتوا عندكم ماتش، فالحاجات دي بتاثر معاكم ولا ما بتفرقش كتير؟ لا بابايا بصراحه يعني هو اللي يعني بيفضل يكلمني في الموضوع ده كتير قوي. بيقول لي انت المفروض عشان تبقى بطل وكده ما ينفعش انك تركز في السهر او انك تخرج او كده بصراحه. طبعاً. وانك تركز الاهم ان انت عندك لازم تنام بدري علشان عندك تمرين الصبح. عندك لازم تبقى تصحى الصبح تنزل الجيم اي حاجه بقى كده. فبصراحه ده والدي يعني. وانت ابو حميد بمشي الدنيا ازاي؟ هو طبعا لازم الواحد عشان يبقى بطل لازم يضحي بحاجات كتير يعني. ما لازم في تضحيات بتحصل، وطبعا والدي ووالدتي طبعا هم مساعديني فيها يعني. والدي بيعمل لي كل حاجه تقريبا، والدتي برده نفس الكلام. ربنا يفرحهم بيكم يا رب الاثنين. جميل. ايه اللي جاي بقى ان شاء الله؟ انتوا لسه طالعين من كاس اهو. احنا عندنا ان شاء الله بطوله الدوري، عندنا مجمعه يوم 5/4 لا 3/4 و4/4 و5/4. دي مجمعه دور الثمانيه. ان شاء الله هدفنا ان احنا نطلع منها اول عشان نخش الدور النهائي بقى اللي هو المربع، وان شاء الله نوعدكم بطوله الدوري يعني ان شاء الله. طيب في المشوار اللي فات، سيبك من الكاس عموما، في البطولات السابقه اللي انتوا شاركتوا فيها، ايه الماتش اللي ما يتنسيش او ايه الرحله لمعسكر ما يتنسيش؟ يعني منصوره. في المنصوره داخل يعني جوه مصر؟ حضرتك قصدك كماتش صعب ولا كاس؟ يعني مش حكايه صعوبه، لا حكايه ملابسات ما تتنسيش. ساعات كده في مشوار كل لاعب في اي رياضه يقول لك لا البطوله الفلانيه دي يعني كل اللي فات من حياتي كوم، والبطوله دي عمري ما اقدر انساها. نتيجه بقى ملابسات معينه حصلت معاك؟ حاجات يعني هزار وكده؟ مثلا هي المنصوره بصراحه. اشمعنى المنصوره يعني؟ يعني مش عارف. كانت قرفتها حلوه. وكلنا كنا يعني بنعزل كلنا كنا مع بعض وكده. بس مثلا خلاص يعني خلاص نازلين الماتش خلاص يعني كله بيفصل بقى، احنا مركزين في الماتش. ما ينفعش هزار.
نخلص الماتش خلاص بقى احنا ما خلصنا ماتش وكرمنا كسبانين. اه الدنيا حلوه بقى خلاص عشان كده السفريه كانت. لعبتوا فرق اجنبيه فرق من او آه. من دول مشهوره بكره اليد مره آه. كورين كويتي كورين كويت طب وليه ده مش حاصل؟ هاد نتيجه الانشغال في البطولات المحليه ولا يعني آه. يعني النقطه دي مش محطوطه في اجنده القائمين على المرحله العمريه دي في الرياضه؟ هو احنا عشان ناشئين فهو لسه عندنا يعني البطولات اللي عندنا الرسميه هي بطوله الجمهوريه اللي هي الدوري اللي احنا لسه نلعبها، بطوله الكاس اللي احنا لسه الحمد لله كسبانينها دي وبطوله المنطقه ومنطقه القاهره بس اللي هي احنا دول الثلاث بطولات الرسميه اللي عندنا من الاتحاد المصري لكره اليد. ممكن برضو تلاقوا موضوع الكورونا اكيد برضو اثرت حتى لو في النيه ان ده يحصل ما غير قابل للتنفيذ دلوقتي. مساله الاحتراف يا بلال فكرت فيها قبل كده؟ طبعا مفيش لعيب ما نفسوش انه يحترف، كل الناس نفسها اي لعيب اي في اي لعبه عامه مش هاندبول بس انه يحترف، بس الفكره انه يجي له فرصه كويسه او يكون هو قادر انه يثبت نفسه انه يستحق حاجه كده، انه يستحق انه يوصل انه يحترف وكده يعني. وابو حميد برضو اكيد طبعا اي لعيب نفسه يحترف يعني ويمثل بلده بره وكده، بس طبعا النادي الاهلي طبعا ليه فضل علينا كبير يعني أكيد. النادي الاهلي طبعا اي حد يتمنى ان هو يلعب في النادي الاهلي بس فالحمد لله يعني. يعني طب لو جات لك الفرصه يا بلال حد بتفكر تحترف فين؟ فرنسا بصراحه، حق فرنسا باريس باريس. ابو حميد الله انت كنت لسه متمسك بينا من شويه. لا 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 الكلام على باريس قال لك فرنسا ده كمان فرنسا. لا طبعا فرنسا وهي يعني دوله في كره اليد جامده جدا، واسبانيا والمانيا برضو، هو دول اوروبا عامه جامده، واحنا في مصر طبعا دوله جميله جدا يعني، فبس طبعا النادي الاهلي طبعا ليه فضل علينا يعني اكيد. طيب يعني هل في طموحات ثانيه في عالم الرياضي الشخص الرياضي وتحديدا في كره اليد، هل في طموحات ثانيه ممكن تبقى اعلى من فكره الاحتراف ولا دي ده سقف الحكايه؟ لا ان هو مش سقف، ان مثلا الدوري حتى بتاعنا ماشي مش وحش يعني، مش اللي هو وانت بتحقق يعني الناس اللعيبه اللي بتطلع منه ما بتطلع مثلا في كاس العالم وبتحقق وبتعمل، فمش الفكره ان هو احتراف ان هو يعني حاجه مكسب او خساره يعني، بس هي الفكره انك تبقى حاجه يعني لعيبه كواليتي ممكن تبقى اعلى كده يعني، لعيبه بتاعت اللي هتلعبها في الدوري اللي بره يعني. وجهه نظر ايه رايك؟ طبعا اي لعيب نفسه ان هو يمثل بلده في كاس عالم مثلا، يلعب كاس عالم، يحصل على بطوله العالم، بطوله افريقيا، ان هو يمثل بلده طبعا دي حاجه اي رياضي يطمح بيها يعني. احنا عموما بنتمنى لكم ان انتم تحصلوا على كل البطولات اللي احنا بنتكلم عليها دي، ونيجي نحط كل الكؤوس على الترابيزه ان شاء الله، ونتكلم عن ظروف الفوز بكل كاس منهم على حده. نورتونا محمد وبلال، بتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله. شكرا ليكم، واكيد هنطلع فاصل سريع يا حضرات ونرجع مره ثانيه نكمل فقراتنا معاكم. اتفضل. يعني البرنامج ده بجد 10 الصبح في الأهلي أعتقد هو ما يعني لا يتوقف عن دايما إبراز صورة رائعة جدا للمرأة. احنا بنتكلم في الفقرة دي عن بطلة سباحة ورياضة الترايثلون تحديدا، وكمان هي حاليا مدربة وليها مشروع جميل جدا، خليه بقى سميه مشروع إنساني، سميه مشروع نسائي لتأهيل الأم الحامل إن هي تولد عن طريق إن هي تأهلها في الماء بشكل معين، ليها تكتيك معين، ليها نظم وقواعد معينة، هنفهم كل ده. بس لو حد يسمع حاجه زي كده، على فكره هي مش جديده في العالم لكن يمكن عندنا جديده شويه. خلينا نرحب بسمر الخوري. صباح اهلا وسهلا بحضرتك. صباح النور، وحاجه جميله على فكره جدا ومختلفه. صباح الفل. هي صباح النور، وصباح النور على جمهور النادي الاهلي العظيم. اولا منورانا النهارده وسعداء بوجودك، وتعالي نبتدي بالنقطه دي بقى، فكره التاهيل المائي للام الحامل او للسيده الحامل. هي فعلا في الحقيقه يعني جديده لاول مره في الشرق الاوسط تدريب وتاهيل مائي للام الحامل. خلينا نقول الفكره جات لي منين. انا اولا انا اتحطيت في الموقف ده، ان ازاي الام تقدر تولد قيصري وتقدر تولد قيصري مره ثانيه، فبيحصل مضاعفات من كده. انا شخصيا اتعرضت للموقف ده، فكنت عايزه اعرف بعد ما تعافيت ايه الاسباب اللي تخليني ان انا مثلا يسيء صحيا بعد الولاده القيصريه. فتواصلنا مع روسيا، مع كابتن احمد جبل مؤسس المنظمه الدوليه الروسيه، ان احنا ازاي نقدر نتواصل الام من اول بدايه حملها لاخر حملها بصحه جيده. فتواصلنا ان في تاهيل وتدريب مائي للام الحامل عن طريق تدريبات في الماء بطريقه بسيطه وسهله تفيد الام وما تضرهاش في اي مرحله من مراحل الحمل.
لا بعد فتره الثلاث شهور الاولانيين الحمل يتثبت يكون يعني. ثبت الحمل وبعد أوكي. كده نبتدي نقدر ان احنا نمارس التدريب مع الام بشكل بسيط يفيدها وما يضرهاش. بصي انا كنت بشوف حاجات زي كده في افلام امريكيه وحاجات زي كده فهي موجوده في الغرب يمكن لكن ممكن الناس دلوقتي لما تسمعها عندنا بقى في الشرق الاوسط او تحديدا في مصر يقول طب فايدتها يعني هل مثلا التدريبات دي ممكن تساعد على ان الولاده تكون اسهل؟ هل التدريبات دي مثلا بتخلي البيبي افضل؟ يعني ممكن كذا سؤال يجي الام صحتها يعني المود احسن. هو انا معاكي في دي طبعا هي لها فوائد كبيره جدا. اولا بتحافظ على صحه الام يعني التاهيل المائي للام الحامل بيقوي الام الحامل نفسها اثناء فتره الحمل بيحزن من وظائف التنفس عندها بيقلل من التوتر والضغط عندها بيقوي عضلات الساقين والدرعين والعمود الفقري اثناء فتره الحمل يخليها تنام بشكل كويس ويقلل عندها التوتر طبعا واحنا عارفين طبعا اثناء فتره الحمل والهرمونات والتغيرات دي صحيح. كلها بيخليها تكون هادية وريلاكس أكتر طبعا ودي أهم حاجة إن الأم تقدر تسترجع شكل جسمها الجميل ورونقها بعد الولادة لأن هي طبعا أثناء فترة الحمل إذا ما تمرنتش ونشطت الدورة الدموية فبيحصل استرخاء في العضلات فبالتالي بتلاقيها بعد فترة حمل بيبقى صعب إن هي ترجع لجسمها لكن لو بتمارس الرياضة ترجع تسترد ده بشكل جميل زي برا بالظبط. الآلية نفسها يعني فكرة كلمة التأهيل مقصود بيها ايه؟ يعني ايه اللي بيحصل بالظبط؟ ان حضرتك بتتكلمي على مميزات التاهيل المائي، انا حاسس وانا بسمعك كاني بسمع كلام عن مميزات رياضه السباحه عموما. ايوه هو التاهيل في حاله الام الحامل بقى ايه نوع التمرينات اللي بتتعمل او ايه شكل التاهيل المائي اللي بيتعمل ده؟ ايوه هو التاهيل المائي عباره عن مساج وتدليك وسباحه في نفس الوقت. يعني تقدر الام كمان في التدريبات بيبقى ليها تكنيك معين ان احنا نمرن كده الزوج هيشارك ممكن طبعا يشارك وده شيء مهم شكلها جدا شكلها يعني مريح بالظبط كده اثناء التمرين بتنام على ظهرها بنقدر نحرك لها عضلات الساقين والدراعين بطريقه معينه ننشط الدوره الدمويه ونحسن من عضلات جسمها بدون ان نضرها ونضر طبعا الجنين. هي طبعا متخصصين اللي بيعملوها او دكاتره يعني ناس دارسه كويس عشان طبعا لازم طبعا لازم حركه طبعا غلط. اكيد لازم ماده علميه احنا درسناها وتواصلنا مع اكبر كبار في روسيا ودرسنا ماده علميه ازاي الام من اول فتره الحمل لحد ما تولد ازاي تحافظ على نفسها وازاي تولد بشكل صحيح وصحتها تكون كويسه وصحه الجنين طبعا تكون كويسه. عموما في روسيا متسيدين الموقف في النقطه دي سواء في الالعاب المائيه لا غير الشكل الرياضي التقليدي فكره يعني احنا قبل كده كان كذا مره اتكلمنا عن سباحه الرضع لسه تلاقي بيبي رضيع لسه مولود ما لهوش اسبوع ما احنا بقى بنستمدها من الام اولا لو ام صحتها كويسه هتنجب طفل بصحه كويسه. احنا بنمارس الهويه وبننشط الثقافه عند الام نفسها لان الجنين بيتاثر جدا اثناء فتره الحمل بالام فبالتالي الام لو عندها الثقافه ومارست الكلام ده اولا صحتها هتكون كويسه ثانيا صحة الجنين هيكون كويسة وهيكون بالفطرة هو اتعود ان هو يحب المية ودي تكون ثقافة عندنا وحاجة جميلة جدا طبعا اكيد. طيب خلينا نروح لدور الزوج برضو لان انا عايزة تبقى فول ايمج او الناس كلها تبقى مستوعبة ده لو ام دلوقتي بتفكر ان هي تشارك في حاجة زي كده. الاب دوره مفروض في الخارج برضو لغاية لما الست بتولد وبعد كده بيبقى مختلف شوية عن مصر بيبقوا ولا ايه؟ ولا ايه؟ دور الزوج في مصر هو يوفر الميول المدام وهي تكمل بعد ويشترك لها. هو برا مصر بيكون الزوج ليه دور مهم جدا وان هو بيحفظ معها التمارين لان هو بيكون معاها في وقت الولاده تحديدا بيمارس وبيكون حافظ وبيدرس زيه زي الكابتن بالظبط وهو كمان اللي بيدربها وبيكون بيساعد وليه دور. احنا عايزين رساله بقى للازواج المصريين كمان لو زوجاتهم حابين يشاركوا في حاجه زي كده لان بجد وجود الزوج في الحاجات اللي زي كده بيدعم كتير بيدعم بالزبط. كتير جدا جدا دي حقيقه فوجوده طبعا مهم. في بقى كلام بيدور في يعني لما بيجي حد مثلا او واحده ممكن ان هي تشارك تكلموا مع جوزها بتفهموا ان هو مهم ان هو يجي طبعا شيء اساسي ان هي تكون مرتاحه وهي مقبله على الثقافه دي وان احنا بنفهمها احنا بنعمل ايه والاهداف ايه هي بتبقى جايه على اقتناع
يعني دلوقتي بقى الثقافات كترت وبقى فيه اهتمام، بقى دلوقتي اللي جاي عارف هو جاي يعمل طب ايه. طب انت قابلتي الصنف ده تحديدا من الازواج اللي نهواند بتتكلم عليهم اللي هو جاي فعلا وبيشارك في الريلاكسيشن بتاعت مراته، ولا معظم اللي بيقولك من الصنف اللي عايز يسيبها عشان يروح يجري ورا يعني لقمه العيش عشان يوفر ثمن العمليه اساسا؟ لا هو مثلا لو هو مش هيقدر يجي على طول باستمرار، ممكن بس بيحضر اول سيشن وتاني سيشن بنعرفه الدنيا فيها ايه، وعشان هو برده بيكون خايف طبعا على ابنه يعني اكيد. بص مش على فراغ. ايوه بعد كده احنا بنقدم الدعم وبنحاول ان هو مثلا نعرفه الدنيا فيها ايه، وبعد كده بتبتدي الام تحضر لوحدها واحنا بنكون جنبها وبنساعدها وبنأهلها ان هي تكون بصحه جيده. يعني عايزه اروح معاك يا سامر لحاجه برده شفناها في فيديوهات في الخارج مش في الدول العربيه، يعني في ستات بتولد في الميه. اه ده حقيقي. ايه بقى الموضوع ده؟ هو برده ليه علاقه بالتاهيل المائي، واحنا كمان عندنا في التاهيل المائي والحركي في تدريبات معينه للحوض تساعد الام ان هي تولد طبيعي. لان طبعا احنا عندنا هنا بقى نسبه كبيره جدا في مصر الولاده القيصريه، وده بيسبب مضاعفات للام بعد الولاده الثانيه، بيسبب طبعا ممكن يؤدي الى نزيف وممكن يؤدي لفقدان الام نفسها، ودي حصلت كتير. فاحنا عايزين نتفادى الولاده القيصريه من الاساس، وهي سببها طبعا قله الحركه، ما فيش تاهيل ما فيش تدريبات، فبالتالي خلاص بيستسهلوا بيولدوا قيصري على طول. طب ما حصلتش معاكي مره مثلا وانت بتاهلي احدى الامهات مائيا وهي جايه لك مرحله متاخره نسبيا من الحمل، وانت بتاهليها لقيت البيبي بين ايديكي مثلا ولدت في الميه؟ ما حصلتش؟ لا هي لسه ما حصلتش معايا، بس اتمنى ده هيكون شيء جميل جدا، بس وانا مستعده ومهيئه لكده ودارسه في كده فعلا، وطبعا باستشارات من الدكاتره النساء داخل مصر وخارج مصر، ان لو حصل معانا حاجه كده، لان هو سهل جدا الطفل بتولد طبيعي مش محتاج اي حاجه واي مساعدات، هو بيلف نفسه وبيبتدي ينزل الطفل، ونازل في المايه عادي بيقدر يطفو وما بيغرقش الطفل، سبحانك يا رب، وبيطلع على طول. ومن هنا جت طبعا فكره حديثي الولاده يعني. طب وايه الفحوصات اللي بتطلب حاجات زي كده؟ برضو انا بحاول ارد على اي تساؤل حد من السيدات بيتفرج علينا تبقى في دماغها يعني، ففي فحوصات معينه فيه؟ اكيد اكيد في فحوصات، ان الام مثلا قبل ما بتيجي اهم حاجه ان هي ما يكونش عندها نوع من انواع الحساسيه على الصدر او حساسيه الجلد، لان طبعا بيبقى فيه نسبه من الكلور والكيماويات في الماء. فبالتالي لازم احنا طبعا بنكون محافظين على النسبه دي، بتكون بكميه محدوده، لكن لازم نطمن لسلامه الام ان هي ما عندهاش اي نوع من انواع الحساسيه. حلو. عشان نقدر نتفادى ده. احنا هدفنا ان احنا نعمل دعم للام ونعمل ان الام تولد بطريقه سلسه ما فيهاش مشاكل مضاعفات كلام ده بالظبط كده. بالظبط كده. انا عاجبني جدا بجد الفكره، فكره التطور اللي بيحصل دلوقتي في الثقافه المصريه برضو، ان انت بتحاول تشوف حلول بتساعد على ان حياتك تكون افضل، او ان انت حاجات تتسهل، فدي كويسه جدا. ليش في مصر حد تاني تقريبا؟ لا لسه، هي الاول مره في مصر والوطن العربي تاهيل مائي للام الحامل، وهيكون يعني احنا اول مره بنقول هنا، فان شاء الله باذن الله نقدر نفيد كل الامهات وننشر الثقافه والوعي في مصر بإذن الله. ان شاء الله. يعني نتمنى لك كل التوفيق، حضرتك نورتينا بوجودك معانا النهارده. ميرسي جدا يا سمر. شكرا يا سمر. عرف. ومزيد من التالق ان شاء الله، وباذن الله نقابلك تاني معانا في باذن الله على خير. اتشرفت بيكم كتير. شكرا. فاصل سريع وهنرجع عشان ملف كره القدم وكلام كتير جدا اكيد حابين ان احنا نطرحه مع ضيفنا عن المنتخب وعن الاهلي، بس بعد الفاصل. يا اهلا بكل حضراتكم من جديد. طبعا ماتش امبارح مباراه الامس كانت مليانه تفاصيل الحقيقه تستحق ان احنا نقف عندها ونتناولها بالنقد والتحليل، طبعا الى جانب ان احنا كمان عايزين نتكلم عن استعدادات الاهلي الفتره القادمه ان شاء الله. كل ده هيحصل من خلال حديثنا مع كابتن صديق الجمال نجم النادي الاهلي السابق اللي منور الدنيا. صباح الفل. اهلا بيك كابتن كريم. اهلا بيك. اهلا بيك. ازي حضرتك؟ ربنا يخليك. اهلا بحضرتك. صباح الفل يا كابتن صديق. صباح الفل. صباح النصر، صباح البدايات الكويسه، صباح يعني كده تفاؤل ان شاء الله للمنتخب في اللي جاي. ونقدر نقول بسم الله الرحمن الرحيم، امبارح يعني اهو نقدر نقول شفنا اداء محترم فعلا من المنتخب، شفنا اداء مفرح، بدايات كده مبشره ان شاء الله للي جاي. لان خلينا نكون يعني صريحين، مباراه مصر وكينيا كان فيها مشاكل كتيره جدا والناس معنوياتها حتى انخفضت. ازاي شفت امبارح بقى؟ طبعا صباح الخير لحضرتك الاول. مباراه امبارح طبعا قبل ما نتكلم عليها نتكلم على مباراه كينيا عشان نربط المباراه دي بالمباراه دي. مباراه كينيا كان المنتخب ما كانش ظهر بالصوره اللي احنا متعودين عليها بالزبط. الصوره الجيده بمحترفين بتوعنا بامكانيات لاعبتنا،
المنتخب كان بعيد جدا لان كان في ظروف برضو اثناء المباراه. نص الملعب كان متاخد مننا، ما كانش فيه زي المباراه الثانيه، والدنيا كانت ملخبطه شويه. والحمد لله ان النتيجه طلعت برضو ايجابيه بالنسبه لنا، حققنا الهدف المرجو منه ان احنا صعدنا. تمام. بس خدنا الايجابيات من المباراه دي والسلبيات سبناها. دخلنا على المباراه الثانيه، انا مسميها مباراه التصالح بالنسبه للكابتن حسام البدري وبالنسبه للجماهير المصريه، ومباراه اثبات الوجود لبعض اللعيبه كان عليهم برضو ضغط شويه في المباراه الاولانيه، وكان في نقد لازع بالنسبه لهم. صحيح. وغلبيه طبعا المحترفين اللي هم الواجهه بتاعتنا. الجماهير المصريه عندك لعيبه مميزين جدا محترفين، فالامال بتبقى متعلقه عليهم كبيره جدا ان هم يحسموا لك اي لقاء واداء يكون جيد جدا. فطبعا الشد او الظروف اللي حصلت في المباراه دي خلت الجماهير شويه هاجت على المنتخب وعلى اللعيبه بالذات المحترفين. كابتن حسام قدر يرجع طبعا عيد الاوراق بتاعته وحساباته. دخلنا على المباراه اللي هي المهمه جدا اللي اتلعبت امبارح، اللي هي مبشره جدا جدا لكل الجماهير. بالظبط. وفعلا تصالح فعلا مع الجماهير. طب وده يعني اللي احنا شفناه، الاداء اللي احنا واقفين عنده دلوقتي ده اللي هو مرضي بالنسبه لنا كلنا، اتحقق نتيجه ان توجيهات وخطط واستراتيجيه كابتن حسام البدري ابتدت تؤتي ثمارها، ولا حصل نتيجه ان اللعيبه بتوعنا هم اللي تعالى نقول تحرروا او تخلوا عن الفكر الدفاعي التحفظي؟ لا، مش موضوع الفكر الدفاعي بالظبط. هو كابتن حسام زي ما قلت لحضرتك ساب المباراه الاولانيه، ساب يعني السلبيات، خد الايجابيات بتاعتها وحاول يعالج بعض السلبيات. السلبيات في المباراه الثانيه مش موجوده. الخطوط كانت قريبه، الثلث الاخراني اشتغل كويس جدا جدا جدا، اللي كان فيه صلاح وشريف وقفشه، ونقف عند قفشه عمل مباراه كبيره جدا جدا. صحيح. عمل شكل للمنتخب. صحيح. بالنسبه للحته الثلث الاخراني عامل 3 اسيست، وصل صلاح امبارح كان عنده ارتياحيه، كره بتجيله في المساحات الكويسه. طبعا. هو صلاح امبارح تعب، هان نفسه اكتر من المباراه الاولانيه. عمل مباراه كبيره جدا جدا بدليل انه هدف، وفي لو ركز كمان كان هيجيب 3-4 اهداف كمان. الشكل كان مميز، نص الملعب السوليه كان مميز جدا. انني المباراه الاولانيه المشاكل اللي حصلت فيها الحمد لله كابتن حسام قعد معاه وهو قعد معاه، انني لعيب كويس جدا بيلعب في الارسنال، فالمفروض يكون ليه تواجد في منتخب مصر. طبعا. فلما كان في ضغوطات عليه ان هو ما لعبش وحصل مشكله، جه الماتش الثاني ادى باداء رائع، سجل هدف مميز جدا. طبعا. نص الملعب استحوذنا عليه، بقى في شكل المنتخب. انا قلت لحضرتك يعتبر احسن شوط قدمه الكابتن حسام البدري ولاعيبته من ساعه ما المنتخب دوت كان موجود، بالذات الفتره اللي هي الاخيره اللي كان في تعادلات في الاول واخفاقات وما كانش في اداء جيد. لو كان الفريق المنافس اقوى مما هو عليه كان الوضع هيختلف، ولا كنا برضو هنشوف نفس الاداء المميز للعبه؟ انا ضد ان المنافس ضعيف او قوي، انا مع لعيبتي، لان احنا مراهنين على المنتخب بتاعنا في الحاله بتاعته هيأدي قدام اي منتخب، لان عندك عناصر مميزه جدا. انت عندك ما شاء الله الشناوي من الحراس اللي هم الكبار جدا جدا في القاره. صحيح. ومميز ويدي طمانين لاي منتخب. عندك الناس المحترفين بتوعنا على مستوى عالي جدا، حتى الناس المحليين. شوف قفشه يعتبر مش مثلا بيلعب في اوروبا، امبارح اللي بيتفرج عليه مميز جدا، يعني امتياز اداء ولا اروع. قفشه خلينا نكون برضو يعني بنتكلم فير. فعلا اداؤه كان لغايه مثلا المونديال كان رائع جدا، كويس، كاس العالم للانديه، وبعدين جه ربما البعض كان بيشوف ان مش ده قفشه اللي احنا متعودين عليه في بعض المباريات اللي كانت لاحقه لي، ولكن ده بطبيعه الحال وطبيعه الضغط كان ماشي الكلام ده على كل اللعيبه مش بس قفشه. لكن امبارح فعلا يمكن لو هنقول عنوان المباراه عوده يعني سليمه او اكثر من رائعه، وكمان عوده للاعيبه. ففعلا زي ما حضرتك بتتكلم على المستوى الفردي بالظبط قفشه ياخد رقم واحد، ده وجهه نظري. لا تمام. انما اللعيبه الثانيه كلها ادت بكفاءه. صح. وبعدين امبارح كان في حاجه، كان في انضباط تكتيكي في الملعب. يعني ايه انضباط تكتيكي؟ الحاجات اللي هي بتبقى في نص الملعب او في الثلث الاخراني، لو كل واحد بيشتغل الشغل بتاعه بيوصلنا، وبعد ما الكوره بترتد بيجي يلتزم في المكان بتاعه، مش هيبقى في عندنا خطوط مفتوحه زي ماتش كينيا. الحته الدفاعيه ما كانش فيه ترابط ولا العشوائيه اللي شفناها. ما هو الماتش بصراحه مجمله كان ماتش سيء، لان احنا عندنا لعيبه كويسه، فانت لما تيجي تقيم بتقيم حسب الامكانيات الفرديه والمستوى على الاداء الجماعي بالنسبه للتيم بتاعنا. امبارح من كل النواحي التكتيك في الملعب، الانضباط التكتيكي كله التزم في الملعب، ادوا مباراه رائعه. الكابتن حسام
امبارح يعني ايه ياخد درجه مميزه ان في القياده امبارح وحتى في التغييرات انا انبسطت منه جدا. عطى لعيبه افانتاج ان هم ينزلوا لان ضمن النتيجه. انا هروح مع حضرتك كانوا كريم لنقطه بقى كابتن حسام لان في كلام كتير جدا بصراحه لازم يتقال، بس انا عايزه ارجع لحته اللعيبه. بصراحه احنا برده شفنا لعيبه مختلفه امبارح، بنتكلم مثلا شفنا النني، عمرو السوليه، حمدي فتحي، يعني في لعيبه شفناها. فكره نزلوا. كمان التبديل شناوي وجنش انا شايفه ان ده كان تبديل اكتر من رائع. حاجه طبعا انت بتخلي وبتدي فرصه للعيبه يشاركوا، مع ان بقى حضرتك لو تقول لي رايك في النقطه دي لان البعض كان بيرى او كان كمان نزل وعمر جابر وعبد الله بالظبط، فدي عملت اضافت برضو ايه للفرقه غير الماتش الاولاني. البعض كان بيقول برضو حضرتك ترد على النقطه دي، ايه لازمه صلاح ان هو كان ينزل الشوط الثاني؟ ما كنت تريحه زي ما ريحت الشناوي، خلاص صلاح عمل اللي عليه، جاب جولين كفايه كده، احنا عايزين نحافظ عليه عشان ما هو قادم. يعني انا بقول او بنقل لحضرتك صلاح. او بنقل لصلاح يعني انا بقول لحضرتك بعد ما قيل طبعا الاراء الجماهير تحترم كل واحد ليه وجهه نظر، بس في امور ثانيه فنيه دي اللي عنده الرؤيه ليها والملم بيها اكتر واحد المدير الفني اللي هو الهيد كوتش، لان هو اللي بيتحاسب. احنا قلنا ايه في كينيا؟ الماتش وحش، المدرب وحش، صح، والدنيا كلها قامت عليه، ومن حق الجماهير عندها تطلعات وعندها يعني ايه طموح مشروع ان احنا نبقى احسن حاجه كمدرب وكلاعب. المباراه الثانيه التغييرات اللي حصلت كون ان هو ما غيرش صلاح، انت عارف صلاح بيحب وحابب يحقق ارقام كتير، يعني امبارح عمل رقم كويس بالنسبه للتهديف، يعني ايه بيتحسب له مع منتخب مصر طبعا. والكره ماشيه امبارح وهو كان كويس، فكابتن حسام سابه لان برده مفيش ضغوطات عليه، لو لقى فيه عنف او في ناس ثانيه بتلعب بقوه عليه كان خايف عليه، عشان صلاح طبعا عنده استحقاقات بره في انجلترا، عنده طبعا مباراه مهمه جدا مع ريال مدريد طبعا. فممكن بس هو سابه ما كانش فيه ضغوطات. شفت حضرتك كابتن كريم التلت الاخراني كان في تحركات كويسه جدا لان في مساحات، شوف شريف قطع ازاي وراح سجل وعمل اسيست. لو في ضغوطات وفي ضغط من الديفنس بتاع جزر القمر جزر القمر انت تلاقي عندنا في ناس بتقولها كده وناس بتقولها كده عليها لو فيها قمر عشان هي في او يعني مش سي او، خلينا مع القمر عشان يا فندم قولها اي حاجه كله كويس. فسابه بقى، فسابه هو كمان هدف وكان عنده ارتياحيه. صلاح طلع مبسوط جدا جدا من المباراه والمعنويات مرتفعه. بس في حته هنا اضيفها لحضرتك، يعني حضرتك لازم الفتره اللي جايه يكون فيه اهتمام بالمنتخب بالنسبه للمعسكرات، يكون اهتمام لان احنا داخلين على تصفيات كاس عالم. أيوة. ما ينفعش انت تجيب الناس من الدار للنار. احنا كان عندنا كورونا قبل كده، كان في مشاكل وفي ما فيش تجمعات، كل دي ما بتصبش في صلاح الكابتن حسام ولا في صلاح منتخب مصر. يعني الرؤيه بتاعته بتبقى اعلى في كل حاجه الفنيه، وكمان الاستقرار الاداري مع الاستقرار الفني هيصب في مصلحه المنتخب. ما جيش انا داخل على تصفيات كاس عالم، انا من رايي وهو دي وجهه نظره وصرح بيها، حتى لو بالمحليين لازم نعمل معسكرات عشان يبقى في تجمعات طبعا، وتدي له رؤيه كبيره يبقى المنتخب قدامه. طب حضرتك يعني في سياق اجابتك على سؤال نهاوند اللي فات كنت بتقول لها على ماتش كينيا ان ماتش وحش، فاحنا بنقول المدرب وحش او ان اللعيبه مش حلو. طب بعيدا عن ان ساعات بيبقى في عكوسات وارد انها تحصل في مباراه معينه طبعا، مش لازم يبقى المنطق في كل الاحوال حاضر؟ هفسر لك وجهه نظري او اقصد ايه. اقصد ان لما يكون حضرتك معاك لعيبه ممتازه، ايه اللي يمنعنا ان احنا نتفرج على اداء ممتاز؟ وبعدين لو حصل في عكوسات في مباراه الظروف يعني مش معاك قوي، المنافس قوي زياده، بس لما تتكرر اكتر من مره تتكرر ليه وانت عندك لعيبه ممتازه؟ اكيد انا اوضح برضو حضرتك حاجه وكلامك مظبوط 100%. المدرب لازم يكون حاطط استراتيجيه للمباراه، لان انت اكيد في جزء من المباراه ممكن المنتخب بتاعك يكون مش موجود، تهرب منه، الدنيا ملخبطه كتكتيك، كلعيبه ما بتنفسي، ممكن المنافس يكون قوي عليك. فلازم يكون عندك الحلول من بره، يبقى انت عندك تغييرات تكون ايجابيه، تنقل اللعب، تعمل تغييرات من جوه تكتيكيه مع تحركات اللعيبه. بساعات المدرب بيبقى داخل وممكن يكون ايه يقرا الجيم بعد ما يكون ما يبدا، لازم يكون عنده الحلول اللي حضرتك بتقول عليها، بحيث ما تبقاش تقف عند نقطه معينه. انت بتلعب وحش 25 دقيقه، لازم يكون عندك حلول. تبقى انت قاعد بره تعمل تغيير تكتيك من جوه، ممكن تعمل تغييرات ايجابيه، تنزل تنقل الفرقه، شايف في حد في قصور في بعض المراكز ما حدش بيأدي فيها، عندك ورقات رابحه بره ممكن تستعين بيها، دي تغير لك الشكل والمعالم بتاعه الفرقه، وبرده متوقفه على فرقه الخصم. احنا برده كل المباريات اللي بنلعبها
ما بنلعبش لوحدينا، ما انت اكيد هتقابل زي التصفيات بتاع الكاس العالم، هتقابل منافس قوي طبعا، منتخبات قويه. احنا لسه كل ده مفروض ماتشات يعني بسيطه. أيوة وفرق يعني الحمد لله منتخبات سهله يعتبر. المجموعه بتاعتنا كان زي بقول ايه، زي بقول كده تكوي، زي بقول يعني خفيفه يعني ايه، حاجات سريعه كده، انما انت داخل على التقيل. ما هو ده جابون وانجولا ومنتخب ليبيا. فهو المدرب بقى عنده الرؤيه دي، المفروض يكون حاطط استراتيجيه. طبعا الكابتن حسام حاطط الاستراتيجيه، بس ساعات في بعض المباريات بتهرب من المدرب ومن اللعيبه، تلاقي الدنيا ملخبطه وما بقاش خلاص بقى، يبقى هو تركيزه ممكن يكون قل شويه. ما ننساش ان برده المدرب عليه ضغوطات كتير، بالذات وبالذات طبعا على السوشيال ميديا والرياضيين والنقاد، يعني كان محملين فوق طاقه الكابتن حسام. صح. فيكون ان واحد بيقود المباراه، طبعا كل الكلام ده ما يمنعش لازم يركز، لانه ماسك احسن حاجه اللي هي منتخب مصر، اعلى مستوى بالنسبه لينا احنا المنتخب غير الانديه طبعا. فالمسؤوليه بتبقى كبيره جدا جدا، يعني لازم يكون هو قد الحمل ده. فكابتن حسام الحمد لله تدارك الظروف اللي حصل كلها، السيناريو بتاع المباراه الاولانيه، وحاول بدليل ان هو تغييرات اكتر من 6 لعيبه، وبدا بالنني وعمل تغييرات في الملعب كانت في صالح المنتخب، وبان الشكل الكويس اللي هو ادى طمانينه لحد ما للجماهير ان هي تخف الضغوطات عليه. وامبارح كان مميز في قياده المباراه. طيب هقول لحضرتك برضو بعض التحليلات المختلفة من بعض الزملاء في برامج تانية اللي أنا سمعتها. البعض كان بيتكلم إن المباراة فعلا حسمت أو يعني خلاص ماتت في 25 دقيقة الأولانية بسيطرة أو فرض شخصية يعني مصرية، ولكن بعد كده شفنا في فرصة أو بدأت جزر القمر تهدد المرمى بتاعنا. فكده أنت السيطرة ما بقتش زي الأول بالنسبة للشوط التاني كمان. بتكلم بالظبط. اللعيب المصري أو اللعيب العربي ليه جاب جونين 3-4 ويهدى بقى، بيحصل حاله ايه سكون شويه كده وهبوط في الاداء نسبيا يعني. بس طبعا النتيجه الكبيره ادت طمانينه، فكان في ارتياحيه وكان في هدوء تام. بس طبعا حضرتك لما تلعب برضو اي فرقه صعب ان انت جاذبه 4 أو 5، ان هما برضو احنا مش بنلعب لمؤاخذه قمصان او بروتين اللي هو بتاع التمرين، ان في ناس برضو هتوصل، ده منتخب فاكيد هيوصلوا عندك. بس يمكن الناس كانت عايزه سكور كبير امبارح عشان مستوى المنافس كان اقل من منتخب المصري، بدليل كمان ان الاهداف اللي جبناها دي ما كانتش في حسابات المدرب بتاع جزر القمر، برضو عملت ارتباك عنده، فاجئ الاجوان في جايه بدري جدا. ده كلام حضرتك ده بالظبط اللي قاله المساعد المدرب، لان هو كان في مداخله على احد البرامج بالظبط، وقال كده بالظبط، قال نفس الكلام، قال احنا كنا اكيد عايزين نفوز، ولكن احنا كنا عايزين نقدم اللعيبه بتاعتنا باداء كويس، ولكن احنا فوجئنا باداء تاني من منتخب مصر. ومش حاطه في دماغه يعني خالص، زي بلغه الكوره كابتن كريم احنا خطفناه. صح. وبالذات حتى في المباراه اللي هي في الدوري المحلي او في حاجه، لما فريق بينزل مدرب جاي يتكتل قدامك ويدافع ويعمل كده، يلاقي انت رحت مديله جون واثنين وثلاث، خلاص خلصت بقى. زي بيقولوا باللغه الملاكمه، رمى الفوطه خلاص سلم. فهم امبارح النتيجه الايجابيه الاولانيه عطت برضو هدوء نسبي للعيبه بقى. بس انا طبعا لما الاقي منافس ده، لا انا كنت حابب ان المنتخب يجيب سكور، صلاح يزود اهدافه تتحسب له، بيعمل ارقام كويسه وكله بيهدف. انا سعيد جدا بشريف امبارح، مش عشان اهلاوي، ان حاجه مبشره ان تاني مره اشتراك مع منتخب ويسجل، يعني حط بصمه كويسه. فالمنتخب كله امبارح كان مميز وما شاء الله يعني. هل التميز ده من وجهه نظر حضرتك ان شاء الله يعني شايف انه ممكن يستمر الفتره الجايه ويخلي ان يعني نسبه المنافسه بتاعت منتخبنا في الحصول على تذكره التاهل للمونديال هتكون حاضره بقوه؟ اكيد طبعا. هو دوت المكسب بيدي ارتاحيه للمنتخب وللشارع الكروي في مصر، نقاد والرياضيين والاعلام بالاخص يعني، فيبقى في ارتياحيه شويه. منتخبنا منتخب كويس، منتخب قوي، بس انا لازم يكون الاستعداد جيد، استعداد قوي، تركيز عالي جدا جدا من الجهاز الفني ومن المنظومه كلها، ويوفروا للكابتن حسام الفتره اللي جايه معسكرات جيده جدا، عشان المعسكر ده بيدي رؤيه كبيره جدا جدا للمدرب، بيدي ارتياحيه لكل اللعيبه تبقى موجوده قدامه طبعا، وبالذات لعيبه الانديه. النادي الاهلي ليه سيستم وليه سياسه معينه بالنسبه للعيبه والمنظومه كلها. نادي الزمالك، سموحه، الاسماعيلي، المصري، الزمالك، لما تيجي بقى المنتخب في سيستم معين الكابتن بيشتغل بيه، لازم كل دول يكونوا قدامه، ولازم يتعودوا على سياسه الكابتن حسام، يتعودوا على الانضباطيه، على المعسكر بيزيد اللعيبه من احتكاكات مباراه وديه. انا جايب لعيبه جديده في المنتخب،
هشوفهم ازاي كويس تحت ضغط لما اعمل لهم مباراه وديه. أيوه. يعني امبارح مثلا احمد ياسر ريان نزل نزل جزء الي عنده امكانيات كويسه جدا. لما ياخد فتره جداً كبيره صراحة. زي شريف ما دخل شريف لما جه الاول بالنسبه لمصطفى محمد برده عشان من ايه ما الناس ما تفكرش ان احنا جايين مع الاهلي. مصطفى لعيب كويس جدا وزي ما بيقولوا فرود مصر الاول. بس ممكن في ماتش مش متوفق لازم يكون عندك بدلاء كويسين طبعا. ومفيش حاجه اسمها بديل بدلاء. كل لاعب بيروح منتخب مصر ده يعتبر بينزل يؤدي دوره زيه زي اللي موجود. وبتفرق ان لعيب يكون عنده افانتاج عن الثاني ان هو بيسجل. فالفتره المعسكر رقم واحد المدرب ومصلحه الكره المصريه ومصلحه المدرب ومصلحه اللعيبه. تجانس لعيبه تقعد مع بعض نتكلم مع بعض معسكر الصبح وبالليل كده كل ده بيولف ايه انسجام ويصب في مصلحه المنتخب. انا متفق مع حضرتك جدا ويمكن ده ابتدينا نشوفه من يعني خلينا نحكم من امس لان فعلا احنا شفنا مشاهد غير الاداء حتى الجيد او السيطره في الشوط الاول المصريه لكن شفنا كمان تجانس ما بين اللعيبه يعني اللقطه بتاعه النني وهو بيدي الشاره لصلاح برده كانت حاجه جميله جدا هنتكلم فيها دلوقتي بالظبط على خصالك طب احنا فيها هو على خصالك يلا بينا السؤال المميز من حضرتك يعني ما شاء الله عليك حته برده ايه كان في لغط على حته الكابتن ومش الكابتن امبارح اتحلت بطريقه سلميه بطريقه قانونيه بطريقه شرعيه بمعنى ايه ان انا دلوقتي انا اقدم من الكابتن كريم انا الكابتن كريم نجم سابقني شويه بس في اصول وفي مبادئ في المنتخب ماشي عليها زي الانديه زي ما في النادي الاهلي الناس اللي يكون فيه التزام والمنظومه ماشيه صح مفيش اختلافات ممكن بعض الاعلام صلاح انا معاك كتقدير للكره المصريه لصلاح بمكانته العالميه بس في هنا التزام وفي انضباط بين اللعيبه وبين جهاز المنتخب فامبارح اتحلت بصفه يعني لو انت عايز تعملها مش هتيجي كده ان اللي طلع ادى الشاره الادب منه اللي بعديه طلع بشياكه وفي حتى اسلوب فيه رقي فكده صلاح كمان نفسيته ارتاحت لان صلاح اثرت معاه في المنتخب لما يورجن كلوب ادى ارنولد كابتن التيم في انجلترا في ليفربول صلاح ما غداش يقول لك لا ما بيفكرش لا بيفكر دي طموح كل لعيب ابقى كابتن في المكان اللي انا فيه ودوري زي الدوري الانجليزي دوري الابطال هو كابتن فريق ليفربول حاجه كبيره جدا جدا اثرت عليه اثرت بس مش موضح قوي هنا ممكن تاثر عليه لان زي اللعيبه الكبار في المنتخبات العربيه يقول لك ايه ده كابتن التيم ده كابتن حتى لو مش قديم بس حته الادميه يكون في انضباط دي بتدي ارتاحيه للمدرب لان ممكن تسبب صداع للمدرب قبل كده كان في مشكله احمد فتحي رفض ممكن عبد الله السعيد يرفض وحصل مشكله او اللعيب من نفسه انا حابب اديها للكابتن كريم اتفضل شارة الكابتن هتاخدها مني وحق انا شرع اخدها ممكن ما اديهالكش امبارح اتحلت ولا اروع ما حسيناش باي صح. حاجه سلاسه اخلع ادي صح. ادي نهواندي هي كابتن انا كابتن الموضوع انت الله بقيت الكابتن طبعا الله من زمان اتفرج بقى على الاداء الفتره الجايه كابتن الكباتن طب تعالى بقى نروح من منتخب مصر للنادي الاهلي حتى لو هنرجع للمنتخب لاحقا شفت ان النادي الاهلي استفاد من فتره التوقف الاخيره الى اي درجه وبرضو عايز اسالك على فكره المطلوب ايه خلال الفتره الجايه وخصوصا احنا بنتكلم بقى على عندنا لسه سيمبا وعندنا المريخ عندنا مباراتين الاهلي حضرتك في الاستحقاقات بتاعه افريقيا او في الدوري المحلي بيبقى عينه على الاول وعينه على التفوق كاداء كامكانيات لعيبته وكبطوله الاهلي استفاد الفتره اللي فاتت مستر موسيماني اكيد لم اللعيبه كويس اللي هم خارج المنتخب اشتغل عليهم زي مثلا الناس اللي كان عندها بعض الاصابات والناس اللي كان محمله اكتر في دوري كاس عالم الانديه والدوري المحلي او في افريقيا فبرضه كان محتاجين فترات راحه دي تفرق معاهم بس هي مش راحه سلبيه راحه ايجابيه بس ما فيهاش ضغوطات زي ما يكون في مباريات كل 3 ايام طبعا فاكيد الفتره دي هتصب في مصلحه النادي الاهلي وزي ما بيقولوا اعاده ترتيب الاوراق بالنسبه لبعض اللعيبه مروان الفتره اللي فاتت بيتمرن كويس جدا في النادي الاهلي وليد سليمان باذن الله راجع بقوه بعض اللعيبه ايمن اشرف برضو حالته افضل ايمن اشرف لما برضو الفتره انت عارف كان جاي طلع من اصابه طبعا. فالناس دي الفتره الجايه هتبقى ايه تركيزهم مع النادي الاهلي لان خدوا فتره كويسه ومستر موسيماني اشتغل معاهم مفيش كل 3 ايام ماتش كان عنده مساحه كويسه جدا يحضر اللعيبه ان شاء الله الاول مباراه بتاعه المريخ وبعديها مباراه سيمبا فالاهلي ان شاء الله هيرجع بقوه والميزه كمان اللي مبشره تألق شريف مع المنتخب دي إضافة النادي الأهلي طبعا.
الحمد لله نمسك الخشب يعني مش لاقين خالص بالنسبه للشناوي بايك الشناوي نمسك ماشي كويس جدا جدا بتفوق برضو السولية دول جايين من المنتخب جاهزين هيفرقوا مع تيم النادي الاهلي صحيح حتى حمدي ربنا يشفيه يعني عمل شوط مميز جدا الماتش كينيا وبذل مجهود كبير جدا صح. في نص الملعب وادى اداء بقوه كل بتوع المنتخب هيبقوا اضافه لفرقه النادي الاهلي ان شاء الله في المباراتين اللي جايين سواء مع المريخ السوداني ومع سيمبا وباذن الله الاهلي يتصدر فاكيد استفدنا من فتره الراحه اللي فاتت جميل طيب كابتن سديل لو هروح مع حضرتك لمشكله الفاينل تاتش بتاعنا في الاهلي اللي كانت متصدره في المباريات اللي فاتت واللي شفناه وكان عندنا علامه استفهام لان مش دي يعني او مش ده الشكل اللي الاهلي معودنا عليه الفاينل تاتش حته الثلث الاخراني بالظبط التهديف اصلا في ال 18 تتكلم ففي ايه كان ودلوقتي ازاي حضرتك بتشوف يتم التغلب هل احنا بقى هنركز مثلا مع راس الحرب هيبقى في تمرينات مختلفه هل حضرتك شايف ان موسيماني المفروض يتبع خطه معينه علشان نقدر نتكلم ان ما يحصلش تاني اهدار للكرات اللي كانت يعني. بالظبط اللي هي كانت محسومه هي بعض المباريات عشان لما انا قلت بعض انا قلت ازاي بعض. هي بس اللغط والضغط اللي حصل على مستر موسيماني ده في مباراه فيتا كلوب اللي هو كان عندنا عشان اتعادلنا 2-2 وبرده جالنا فرص كنا المفروض مثلا نهدف والمباراه اللي احنا خسرناها ان شاء الله ما تتكررش اللي بره ملعبنا مع سيمبا حته التهديف احنا عندنا مهاجمين كويسين جدا جدا بدايه من شريف بواليا صلاح محسن مروان ما يكون جاهز وفي حالته في فورمه كويسه جدا فطبعا الفتره اللي فاتت مستر موسيماني لفتره الراحه اشتغل على الحته التهديفيه الحته اللي فوق مع الناس اللي هم في الثلث الاخراني هي عشان الماتش ده الماتش اللي بعديه ما احنا كسبنا الاول الفريق السوداني الشقيق المريخ 3 احرزنا اهداف كويس جينا برده الماتش اللي بعديه كسبنا فيتا كلوب وعملنا نتيجه كويسه ايجابيه وسكور عالي والناس وصلت وكان في تهديف بالنسبه للثلث الاخراني هي بس الناس بتقلق لما ساعات المهاجمين بتضيع وساعات برده يبقى فيه لغط على حته مين يبدا عشان اوضح لك برده ايه هو مين يبدا ده السؤال اللي هيفضل كل سؤالك. مره انا شفت انا فهمتك ازاي من غير ما تقولي صح يا كابتن سدي انت عايزه تقولي برده ايه مين يبدا انت عايزه تشيل الحرج بقى عن ايه مين يبدا دي في المقام الاول بتاع مستر موسيماني ليه لان هو الهيد كوتش اللي بيحط التشكيل بتاع النادي الاهلي اصلح واحد يلعب في حته مركز راس حربه مركز حساس جدا اللي هو بيوصل الشغل كله بنشتغله في النادي الاهلي اللي هو مين اللي هو بدايه بواليا شريف مروان انت عايزه تعرفي الترتيب بقى صح انا هقول شريف ما انت عينيكي فيها الترتيب كده انا اقولها الترتيب ده بتاع المدير الفني انا ما اقدرش افرض عليه حد بس لما تيجي نتكلم بلغه الكوره اخر مباراه لعبها شريف سجل مع النادي الاهلي ايوه اخر مباراه لعبها شريف مع منتخب مصر سجل وعمل اسيست في قمه التالق انا كمدير فني ممكن ابدا بيه بس مش ما معناه لما انا بداتش بواليا يبقى بواليا وحش او بمروان وحش الراجل بيبقى ليه تكتيك معين بيشتغل بيه في مباراه عايزه ده ومباراه عايزه ده وممكن تبقى المشكله ان الجمهور ما بيعجبوش العجب يعني هل دي ممكن تبقى جزء من المشكله فكره ان لو الاداء مش مرضي فاحنا لا مش عاجبنا بقى اللي بيحصل ده القرارات بتاعه المدير الفني دي من لا مش على يا فاهم قصدي يعني الجمهور زي ما قلت حضرتك بيطالب لعيبه النادي الاهلي ومنظومه النادي الاهلي كلها ان الفرقه تبقى كويسه جدا كاداء ونتائج ولعب وبطولات بيتكلموا على الحته اللي فوق عايزين الفرود اللي ينزل لازم يسجل ويظهر بمظهر كويس لان الكور كتير بتجيله هو الناس قلبت على مروان ممكن الكوره مدياله ظهرها شويه وصل كتير بس ضيع فقد شويه جزء من الثقه اللي عنده الضغوطات بتبقى جامده في النادي الاهلي كده كان اكتر من رائع يعني ممتاز. ما يعني مهاجم مصر الاول كل المدربين الاجانب كلهم ما اختلفوش عليه ان هو يكون رقم واحد في المنتخب حته بواليا لما كان في الجونه مفيش ضغوطات عليه طبعا يعني ينزل يقول لك مثلا السلام عليكم في بيسجل النادي الاهلي ممكن يوصل ما يسجلش هيبقى فيه ضغوطات هناك ما حدش هيكلمه لا هو في حاله بواليا ما كانش فيه ضغوطات كان فيه عكوسات الحقيقه لا قعد فتره الدنيا محجره معاه لا ما هي ضغوطات يعني ايه ما لما بيسجلش يبقى فيه ضغوطات طبعا برضه الناس بتترجم له وهو بيعرف لان السوشيال ميديا برامج كلها دوت مهاجم كبير وهداف ومدفوع فيه مبلغ لازم يسجل لا مش شرط ما ممكن يعمل اسيست يبقى محطه كويسه يخلي نص الملعب يسجله بس حته بقى مروان حته شريف انا شايف شريف افضل حالاته عشان زي ما النهارده محمد شريف على طول كان اكثر من رائع بصراحه وانا كمدرب قبل او بعد لو في فرويد بيسجل والكره ماشيه معاه توفيق ربنا بحالفه انا ببدا بيه
ده وجهه نظر انا بس في المقام الاول الرؤيه الفنيه للمدير الفني بتاع النادي الاهلي. طب حضرتك شايف الـ يعني المنافسه على الدوري الموسم ده هتكون عامله ازاي في ظل صداره الزمالك وفي ظل وجود مباريات مؤجله للنادي الاهلي؟ والزمالك متصدر مؤقت عشان الاهلي ليه مؤجلات بالزبط. بس ده ما يمنعش ان الزمالك طبعا هو دلوقتي متصدر الدوري بفرق نقاط لان الاهلي عنده مخزون مباريات ان شاء الله باذن الله باذن الله النادي الاهلي يلعب مباراه مؤجله يكسبها ويرجع لوضعه الطبيعي في مكانته اللي هو معودنا عليها والمحببه الجميله للنادي الاهلي ان هو يكون الاول. الدوري السنه دي دوري كويس في الفرق كلها ما شاء الله عندها طموحات ان تحقق مراكز كويسه والسنه دي الموسم برده حته ان كل ثلاث مباريات ماتش وضغوطات المباريات دي برده بتدي افاده للعيبه عشان ياخدوا خبرات كبيره ممكن يبقى عندك ماتشات في افريقيا ورا بعض ممكن المنتخب عنده استحقاقات فدي بتكتسب بيها خبرات من الدوري المصري. ضغوط المباريات مش مؤثره على بعض الفرق اللي هم عندهم صف ثاني عندهم لعيبه عندها خبرات وعندهم لعيبه كويسه. حته المنافسه هي محسومه السنه دي بالذات لان احنا اتفاجئنا ببيراميدز رغم الامكانيات الهائله اللي توفرت ليه بس بعيد. الاسماعيلي كان معودنا من زمان يبقى هو ثالث بعيد خالص خالص. في فرق جايه من بعيد بس مش هتنافس زي المصري زي المكرسه برضو جاله وقت قريب. سيراميكا كان كويس سيراميكا كان كويس في الاول بس المنافسه محصوره بين النادي الاهلي ونادي الزمالك لان هم اللي عندهم الامكانيات الفنيه البشريه الماديه كل الامور متوفره ليهم ان هم يبقى في منافسه. بس انا شايف ان شاء الله باذن الله تيم النادي الاهلي هيبقى متصدر بعد المؤجلات وزي ما معود الجماهير البطوله المحببه باذن الله ان هو يكون واخد الدوري. ربنا يصلح الحال ان شاء الله باذن أكيد الله يعني. وسعدنا كالعاده بوجود حضرتك معانا يا كابتن. الله يخليك انا كنت سعيد جدا والله أنا اول مره اتواجد معاك. فكره جميله كابتن صديق بجد نورتنا ومش تبقى اخر مره هتبقى معانا دايما باذن الله كده ان شاء الله نتفائل بحضرتك. الحلقه خلصت بكره ان شاء الله يتجدد اللقاء قبل دلوقتي بساعتين وحلقه جديده و10 الصبح بالاهلي. بنشكركم على حسن المتابعه. صباح الفل.